أحبك يا بلادي يا مصر، أحبك أحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر، ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر، بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، في عمر اللي باقي واشوفك في شدة اكون الفدائي في حبك يا مصر، بعمر اللي باقي واشوفك في شدة اكون الفدائي في حبك يا مصر، بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا نستعيد معكم الأغاني الوطنية في هذه اللحظات المهمة والمصرية. هدأت الرياح واستكانت العواصف والاحتفالات لن تلهينا عن التساؤلات، تساؤلات كثيرة ومتعددة متعلقة بالعملية الانتخابية. في أسئلة تتعلق بارتفاع نسب التصويت في محافظات وانخفاضها في محافظات أخرى. في أسئلة أيضا تتعلق بموقف حزب النور، البعض بيثير علامات استفهام حول موقف حزب النور، هل صوت لصالح المشير عبد الفتاح السيسي كما كان موقفه الواضح ولا لا؟ أيضا في تساؤلات تتعلق بالحزب الوطني، هل كان وجود بعض رموز الحزب الوطني في اللجان دافعا سلبيا عند البعض ألا يذهبوا إلى اللجان، ولا العكس اللي حصل؟ انه في بعض المحافظات يقولون لنا لا، العكس اللي حصل انه بعض قادة ورموز الحزب الوطني دعوا الناس لعدم التصويت للسيسي وكانوا عائقا لانه تنصل منهم وقال انه لن يستفيد منه احد واننا لن نعود الى الماضي ولن نعود الى النظام القديم. هذه الاسئلة ايضا باطل، هل معقول ممكن يكون مليون صوتا وأكثر لباطل صدفة، ولا باطل يعبر عن كتلة تنظيمية ممنهجة ومنظمة؟ هذه التساؤلات مع ضيوفي أستاذ محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور شوكت المصري منسق عام حملة الأستاذ حمدين صباحي بالمنوفية. دكتور شوكت أهلا بيك. أهلا بحضرتك. زورا معي أيضا أستاذ عبد الشكور عبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشورى بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أستاذ عبد الشكور أهلا بيك. ومحمد نبوي المتحدث الرسمي باسم تمرن. محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ وائل. عايز أبدأ بالتساؤل الأول يا محمد، لأن أنت اللي أثرت هذه القضية وهو متعلق بموقف حزب النور. لماذا اتهمت حزب النور بأنه كان جزءا من المليون باطل؟ يعني المليون باطل هي أصوات أو جزء منها كبير هي أصوات حزب النور، لماذا؟ بص يا أستاذ وائل، إحنا اشتغلنا أو عشنا حالة انتخابية بعد 25 يناير في أكتر من مرحلة. أهم مرحلة عايز أقف عندها هي انتخابات 2012، الانتخابات الرئاسية، وخصوصا في المرحلة الثانية اللي كانت مرسي شفيق.
في الحالة دي كانت في حالة ثورية موجودة في الشارع والناس ما كانوش متقبلين الاتجاهين، وكان كتير جدا من الشباب قال لا مرسي ولا شفيق، الثورة في وسط الطريق، وتأسست حملة مبطلون اللي كان بيتوثق فيها أرقام الرقم القومي والاسم بالكامل على رقم 60-15 اللي جي تقريبا عليه حوالي 3 مليون اسم ورقم بطاقة. الناس دول هتبطل أصواتها، وكانت المفاجأة عند التصويت ان 3 مليون دول كانوا ما بين المقاطعين والمبطلين. اللي راح يبطل صوته في الصندوق، انا اتذكر النتيجة كانت حوالي 820 ألف تقريبا لو انا فاكر الرقم صح، دول كانوا الكتلة المبطلة الممنهجة بعد دعوات طويلة جدا على مدار الانتخابات، وكانت هي دي الكتلة المبطلة. لما نيجي نبص للحالة اللي موجودة دلوقتي في انتخابات 2014، نفس مجموعة الشباب دي اتقسموا الى ثلاث اجزاء، جزء صغير وجزئين على نسبة كبيرة جدا. جزء منهم كان بيساند ويدعم المشير عبد الفتاح السيسي، وجزء منهم كان بيدعم السيد حمدين صباحي، وكان في جزء بسيط قال من الاول واعلن صراحة احنا ضد العملية الانتخابية وهنقاطع او هنبطل، مالناش دعوة بالقصة دي، بغض النظر ان في مجموعة من اللي اعلنوا ان هم ايدوا السيد حمدين صباحي ما راحوش مثلا او ما قدلوش باصواتهم ايا كان الامر. المهم عندي ان في اعلان واضح عن نسبه كبيره من الشباب ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه، واعتقد السيد حمدين صباحي اعلن مرارا وتكرارا في مؤتمراته ان الشباب بيدعموه، وكان في وجوه كتير معروفه من الشباب اللي شاركوا في الثوره وكده بيدعموا المشير عبد الفتاح السيسي. لما ابص الاقي حزب النور بيحاول يداري سقطه سياسيه واضحه في استفتاء الدستور الماضي، ان هو اتهم ان هو ما كانش موجود، فين اصوات مرسى مطروح، انتوا ما نزلتوش صوتوا على الدستور، انتوا عملتوا مؤتمرات ونظرتوا علينا سياسيا وما نزلتوش. فابتدى يجهز نفسه لغرفه عمليات قبل يوم التصويت بثلاث ايام، عارف امتى الساده الملتحين هيقفوا في الطابور ورا بعض كلهم عشان تبقى الصوره واحده. حضرتك شوف ال 150 صوره اللي تم عرضهم منهم، مفيش واحد في المتخللات، يعني طابور الملتحين ورا بعضه، طابور المنتقبات ورا بعضه، صوره مترتبه، ده امر واضح. ما عنديش مشكله انه يحاول ياخد حاولوا تشوفوا لنا الصور بتاعت الصور اللي اذاعها حزب النور عن مشاركتهم في الانتخابات. لما نيجي نشوف ان هو عايز ياخد مكسب سياسي في العمليه الانتخابيه ويقول ان انا شاركت وان انا دعمت مرشحي اللي اعلنت دعمه، ده حقه. ولكن لما يخرج بقى يزايد على كل الناس ويقول ان السيسي تعرض لمؤامره من حملته وكل من اعلن دعمه ليه، تمرد ما كانتش موجوده على الارض وما شاركتش، ده حتى الناس اللي في حمله حمدين صباحي خانوه ما دعموش الانتخابات، الثوابت الوطنيه اختلفت عند المشاركه، ابتدى يزايد على مصر كلها وان هو الاوحد والوحيد اللي كان صادق مع المشير السيسي واعلن دعمه وكان موجود بمجموعه من البنرات والمطويات زي ما اعلنوا تقرير رسمي، يعني عرضوا المطويات ده قالوا ان احنا عملنا مش عارف 1,200,000 بالواحد، البنرات بالواحد، المؤتمرات بالواحد، مفيش مشكله، ده امر مترتب. انما بقى لما الاقي شبابي اللي موجودين في اللجان بيبعتوا لي لغرفة العمليات يقولوا لي في ظاهرة غريبة، كل السادة الملتحين اللي بيخشوا يقضلوا بأصواتهم بيقفوا ويشاركوا فعلا في العملية الانتخابية، ولكن اللجان واضح جدا هو بيعلم ازاي، فبيعلم على الاثنين او يكتب حسبنا الله ونعم الوكيل فيبطل الأصوات. تم رصد اكتر من حالة، وممكن اقول لحضرتك لجان بعينها، يعني انا نفسي انا رحت لجنة تم رصده ازاي حينما يدلي بصوته في مندوب يا فندم قاعد جوه اللجنة بياخد هو بينه وبين علاقه بينه وبين الصندوق لا احد يشاهده. لا معلش يا فندم، هو المكان اللي هو بيحط فيه صوته، المكان اللي هو واقف فيه عشان يعلم فيه على صوته، يعني ما تشوف من ورا، تمام؟ لو بيكتب هتشوفه. الله ينور على حضرتك، لو بيعلم بس ما فيش مشكله، انما بيكتب وبيزود خانه زياده. يعني انتوا ضبطتوهم متلبسين بالكتابه؟ ضبطناهم متلبسين في اللجان. لا، واللي اهم من كده ان هم ابتدوا يعملوا حمله. بسمع كويس على فكره عشان ايه اما رد على هنا طبعا مفيش مشكله، خلينا قبل ما نتكلم بس عشان هاخد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، بس انا هخليك تكمل يا محمد عشان الواقعه اللي كنا بنتكلم عنها في اسكندريه. سياده الوزير اهلا بيك. اهلا استاذ وائل، مرحبا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك سياده الوزير. لا يعني لا احد يزايد على موقفكم المتعلق بمقاومه الاخوانه واستخدام المساجد لحساب فصيل، يعني في واقعه في الأسكندرية منذ قليل تحدثنا عنها، بعض الأهالي حرروا محاضر بيها في مسجد خالد بن الوليد، الشيخ محمد جابر، كويس انك فاكر محمد جابر، قام على المنبر بالدعوة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي ودعا على كل الذين أعطوا أصواتهم للمشير السيسي، هل حققتم في هذه الواقعة؟ استاذ وائل، أما الآن لدقائق وصلتني رسالة
على هاتفي حول ما أذيع في برنامجكم العاشرة مساء باسم الخطيب. على الفور اتصلت بوكيل الوزارة لشؤون المساجد لإحضار الخطيب مع مدير أوقاف الإسكندرية، وأنا هاخد يعني دقيقتين بالتحديد مش أكثر في مقدمة مهمة جدا. أتفضل. أنا كتبت مقال نشر في الأخبار يوم الأربعاء في الصفحة الأخيرة بعنوان الخطوط الفاصلة بين الدولة والفوضى، ليفهم كل من له عقل أو يريد أن يفهم أن هذه الانتخابات في مصر مرحلة فاصلة بين الدولة التي نريدها وبين الفوضى التي مرت، ولن يسمح بأي سلطات موازية. وأنا بأعلن عبر هذا البرنامج إن أي إمام ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية إن ثبت أنه استغل المنبر وسنعلن ذلك خلال يومين على الأكثر، يعني ربما خلال يومين تتلقى النتيجة. لا عندنا لم يعد عندنا نفد صبعنا وقلنا كاد أن ينفد. العقوبة لكل من يستخدم المنبر للتحريض السياسي حزبيا أو سياسيا هي الفصل مباشرة من الأوقاف. لو ثبت ما أذيع عبر البرنامج فالعقوبة هي الفصل، لأن هذه النوعيات تشكل خطأ على الأمن القومي المصري وعلى نتيجة المجتمع. وأنا أعلن عبر هذا البرنامج أن أي إمام يستغل المنبر لهذه الأغراض السياسية وشق صف المجتمع وسنصدر بيانا بذلك ستكون عقوبته الفصل من الوزارة، ولا يقف هذا دور وزارة الأوقاف، وعلى الجهات المعنية بالدولة أن تمارس دورها في هذه الأشكال التي تشكل خطأ على الأمن القومي المصري. أضيف جزئيتين مهمتين. اتفضل. اليوم في قضية إن شاء الله ربما خلال يومين على الأكثر نعلن الأسماء بوضوح. ستة من مشاهير القراء بلغني وأسماؤهم الآن تحت يدي سافروا إلى إيران. كما تعلم انت عرفت قضية سفر الشيخ فرج الله الشاذلي، وبالمناسبة هو تقدم للسفر واستدعيت نقيب القراء واتفقنا على منعه من السفر عقوبة ونشر هذا الخبر على موقع الأوقاف منذ لحظات. يعني هو تقدم للسفر إلى إيران بعد المهزلة التي حدثت والتي شاهدناها. ليس إلى إيران، تقدم للسفر بصفة عامة ضمن قراء الوزارة، فقلنا هذه النماذج لا يشرف الوزارة ولا النقابة أن تمثل مصر حتى يكون رادعا لأمثاله، فاتخذنا قرار بمنعه من السفر مطلقا على الأقل هذا العام لحين انتهي التحقيقات. وهناك ستة من مشاهير القراء حد علم الآن وأنا أحدثك أنهم في إيران، ونحن قبل أن ننشر الأسماء حتى نكون يعني على الحقيقة الآن هناك نتأكد من سلطات المطار من سفرهم ووجودهم خارج البلاد، وسنعلن أسماء هؤلاء الستة لأن القضية تتعلق بالأمن القومي المصري. وقمنا بإبناء أنت حضرتك ضد سفر الأئمة والقراء إلى إيران؟ ولا ضد بعض الممارسات أن يؤذنوا أذان الشيعة، أن يستخدموا في بعض المشاهد الطائفية؟ شوف يا أستاذ وائل، اللي بيسافر المشاهد الطائفية اللي أنت شفتها والاستقطاب، لو إني إحنا بنقول بننظم سلطة الدولة، لو أي دولة النظام اللي بنشتغل الذي نعمل به في الأرض والأوقاف، أي دولة تحتاج إلى علماء أو إلى قراء تتقدم بطلب إلى الأزهر الشريف في الوعاظ أو إلى وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف في ضوء التعاون بين الدول ومن خلال السفارات والخارجية ومنظومة الدولة يتم السفر المشروع، لو إن الدولة محتاجة تعاون دولي يضعف عبر الطرق الدبلوماسية والخارجية والسفارات. أما استقطاب بعض الناس بدعوات خاصة وسفرهم دون علم الوزارات ولا الهيئات، هذا موضع شبهة وموضع قلق ينبغي أن يرفع إلى الجهات المعنية، لأن دي قضية تتعلق بالأمن القومي المصري. لا، وبعدين مشاهد مقززة، يعني تلاقي أحدهم بعمامة الأزهر يقبل يد أحد الأشخاص بشكل مهين، يعني إهانة للأزهر ولزي الأزهر. لو إن الدولة تريد علماء من الأزهر
فلتطرق الابواب الشرعيه الجهات الرسميه، انما تستقطب بعض الناس سرا وخفاء او بصوره ما لاهداف هذه الامور نضعها تحت نظر الامن القومي المصري، وسنعلن اسماء المسافرين واحد واحد. النقطه الاخيره، احنا الحقيقه بنؤثر سلطه الدوله، والان انا اتحدث في اي مكان في العالم يكون كل جمعيه او جماعه مقتطع بعض المساجد وعملها على اسمها، ولذلك اتخذنا قرارا سنشرع في تنفيذه. يا اخي كما قال رب العزه: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. انا سالت واحد في جمعيه معينه، قلت له لو انت رحت في محافظه ولقيت يافطه بتقول الجمعيه الفلانيه اللي انت ما بتنتميش اليها هتفتح تدخل تصلي؟ قال لي لا. قلت له ولا الجمعيه الثانيه هتفتح تدخل تصلي عندك؟ فما ينفعش، ده مساجد انصار السنه، وده الجمعيه الشرعيه، وده الدعوه السلفيه، وده الاخوان المسلمين، هي لافته واحده وظهرت الاوقاف واسم المسجد. وسنعمل على رفع كل الشعارات التي تنتمي الى احزاب او جماعات او جمعيات، وكفانا فرقه وشتات في الشعب المصري، ونسال الناس عايزين تعملوا لله وللدعوه، المساجد لله، تدخل اي مسجد بلا قلق. يا اخي الناس قبل ما تدخل المسجد بتدخل محمله بافكار مسبقه، بافكار الجمعيه الشرعيه، بافكار انصار السنه، بافكار الاخوان، بافكار السلفيين. احنا عايزين نجمع الناس على كلمه سواء، هي كلمه الاسلام، هيبه الدوله، سلطه الدوله، تدخل الى مسجد مجرد عن الخلفيات المسبقه، وان شاء الله باذن الله وبمسانده كل قوى المجتمع الوطنيه الشريفه الحريصه على امن هذا الوطن نصل الى ما نريد من الاصلاح ان شاء الله. طيب سيادة الوزير، في عندي انت عايز تسال حاجه؟ اتفضل. هو طبعا تحياتنا لسيادة الوزير الدكتور محمد، بس كويس جدا موضوع عدم الدعوه لاي حد في المساجد. تم اختراق هذا الامر بالدعوه في مساجد المنوفيه كلها في الانتخابات بالتصويت للمشير السيسي، وعندنا فيديوهات مسلمها للبرنامج، منها المسجد العباسي في جبين الكوم ومساجد كتير جدا. هذا مخالف، واحنا بنحترم حضرتك والتزام حضرتك بالقانون. هذا الامر لو تطور فيما بعد، احنا ما بنتكلمش فيما قبل، خلاص اللي فات مات، لكن بعد كده هنجد ان في دعايه انتخابيه هتشتغل في البرلمان وفي اي استخدام سياسي. هذا الامر على سيدي النقطه. طيب سياده الوزير، هل انتم ضد اي استخدام سياسي لهذا او ذاك؟ استاذ وائل، في جمله واحده، اي متابع منصف يعلم ان وزاره الاوقاف لم تقف في تاريخها على الحياد في اي انتخابات سابقه مثل هذه الانتخابات، وكانت ضمن واضح الدعوه الى المشاركه الايجابيه، وكنا نتعامل بنفس الحق في من يدعو لاي اتجاه واي واقعه. وعندما قام خطيب مسجد الاستقامه وقال يعني جمل يشتم منها او يشتبه توجيه معين، اتخذنا نفس الاجراء وبنفس القوه، ومن كان تحت يده اي مستند موثق في اي اتجاه، احنا اعلنا اننا وزاره دعويه لا ننجر الى الجوانب السياسيه، المساجد تجمع ولا تفرق، كفانا ما كان من شق فصف المجتمع المصري. طيب في المرحله المقبله اللي هياخد للسياسه عقوبات الفصل من في نقطه تانية حصلت ايام الاخوان المسلمين بمنع مشايخ، بعض مشايخ الطرق الصوفيه الكبار المتحققين من الخطابه في مساجدهم بطريقه غريبه جدا، يعني في مقابل ان هم سابوا لبعض الاخوان المسلمين وكذا، ودول مشايخ متحققين وحضرتك تعلم لهم قدرهم ومكانتهم. ده قرار طلع ايام الاخوان، ونرجو ان حضرتك تنظر فيه بسرعه، لان احنا اتفضل استاذ وائل، ودي اخر مداخله عشان انا عارف انه حضرتك احنا خدنا. لا كمان طيب. محمد عندك حاجه يعلق عليها بسرعه؟ بس معذره معالي الوزير، بس هو حاجه بسيطه، انا اعتقد من وجهه نظري يعني ان كنت حضرتك تتقبل اقتراحي، ان الازمه كلها في ان في ناس بتعتلي المنابر لا علاقه لهم بوزاره الاوقاف والازهر، وانا اعتقد من وجهه نظري اللي عايز يشتغل سياسه يخش حزب، واللي عايز يشتغل دين يتفضل يروح للازهر او للاوقاف. واتمنى ان حضرتك يكون عندك قرار واضح ان لا يجوز لاي شخص ايا كان اعتلاء اي منبر مسجد الا ان يكون من وزاره الاوقاف،
مكلف ما هو ما هو ده ما قامت به وزارة الأوقاف مؤخرا. يعني هو بيطلب دلوقتي ان في بعض الناس طيب. من تفضل سيادة الوزير في تعليق اخير. تفضل. تذكر ان انا دخلت في حضرتك مكالمة 16 دقيقة تحديدا حول النقطة الأخيرة ووضوح منهجي ان الدعوة للمتخصصين المصلح لهم بالخطابة. اي انسان غير مصلح له، وانا شخصيا لا اصنف المجتمع المصري الى صوفيه واشعريه لا، احنا مجتمع انا ليا مقاييس وضوابط اعلنتها بوضوح، ان يكون من خريج الازهر، ان يكون من المتخصصين في العلوم الشرعيه، ان يكون منضبطا بالدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه، الا يكون رمزا سياسيا ولا يستخدم المنبر سياسيا، اللي بتنطبق عليه الشروط انا ما بسال، ينطبق عليه الشروط ويلتزم بالضوابط. انا لا اصنف الناس، انا لا انصر فريق على فريق، ولا انا عندي ضوابط ومعايير موضوعيه تصيب من تصيب. سياده الوزير بتوجه لحضرتك بالشكر دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. هنعود بقى لموضوعنا عشان ما ده عشان بس طيب انت انا في تعليق اخير قبل ما اسال الدكتور الاستاذ محمد هنا. انت يعني انت بتقول انه حزب النور لم يصوت كما اعلن، اصل الموقف الواضح لابد ان يكون واقعيا على الارض. حلو. لم يصوتوا للمشير السيسي وانما ابطلوا اصواتكم، وعندكم الادله على ذلك. حزب النور كان صادقا في حشده المواطنين ومؤيديه للذهاب الى صناديق الاقتراع، ولكن لم يكن صادقا في التصويت لمشير عبد الفتاح السيسي. وقولا فصل طبقا للحزب اللي انا قلتها لحضرتك، تقسيم المبطلون المنظمين في انتخابات 2012 بيقول دلوقتي ان في حوالي 1,388,000 صوت مبطلين. اعتقد ان اللي باقي من حمله مبطلون من 2012 ابطل صوته اللي هم 388,000 صوت، واعتقد ان 1,000,000 صوت صحيح هم تنظيم حزب النور اللي ذهب ليبطل اصواته. حتى ان الغيت الانتخابات، ان فاز حمدين صباحي، ان فاز المشير السيسي، يكونوا على الموقف الفاصل ويستطيعون ان يثبتوا انهم لم يصوتوا لهذا المرشح. استاذ محمد، خدعتم الجميع، اعلنتم موقفا واضحا انكم ستعطون اصواتكم للمشير السيسي، ولكن ضبطتم متلبسين كما بشهادة استاذ محمد كما يقول محمد بانه انتوا بتكتبوا، واللي بيكتب ده يعني بيبطل صوته وتخلص المشكله. وبالتالي لماذا ابطلتم اصواتكم؟ الأول أنا بقدر الأستاذ محمد وسعيد بكلامه، لكن هو الصورة مش واضحة عنده. أنا هقول للمشاهد حاجة واحدة بس وعايز حد يحلها لي. أنا في يوم واحد فقط اللي هو يوم الجمعة اللي هو قبل الانتخابات، عملت في 17 محافظة مسيرات، وفي 7 محافظات مؤتمرات حاشدة ضخمة. تمام، ماشي كده؟ كان فيه بعض المحافظات فيها مش مسيرة واحدة، مسيرتين وثلاثة واربعة. ماشي، ماشي كده؟ بالجموع الضخمة دي اتحركت في الشارع على مستوى مصر كلها في ساعة واحدة. مظبوط. هبقى اتحركت بناس يعني كان مؤتمر منهم، كان عندنا في يوم واحد في يوم ده مؤتمر، انا كنت دكتور ونس، كنا في الفيوم وفي محافظة تانية. يعني احنا ايه عملنا ايه؟ حلو قوي محافظة الفيوم. هكمل لك بقى. كان معايا كام واحد؟ كان معايا كان الحاضر كم واحد؟ كانت اعداد ضخمه جدا. الاعداد الضخمه دي انا عايز اقول لك، هل انا اقدر اوصل لهم بقى احشدهم، اخليهم يحشدوا الناس ويتحركوا قدام الناس، يلا وانتخاب ننتخب فلان من اجل كذا وكذا وكذا، الحاجات اللي هي من اجلها انت انتخبت المشير السيسي، ومن اجلها اللي اختار المشير السيسي اختار عشانها، اللي احنا المرحله لا تحتمل الاستمرار في هذه المرحله الانتقاليه، واللي يقدر يطلع بسرعه المرحله الانتقاليه هو فلان. وذكرنا كل اللي انت بتقوله بل زياده عليه في مساله اختيار المشير السيسي. هل تظن ان انا لما ادعو الناس دي كلها وفي لحظه واحده يبقى كوادري طلعت قد ايه، هل استطيع ان انا اوشوش الناس كده؟ خدوا بالكم احنا بنقول كده بس يروحوا بوظوا اصوات. ده كلام غير معقول ولا يقبله عاقل. ثم الحاجه الثانيه بقى حضرتك، استنى ما اكمل لك بقى عشان قلت انا سمعتك كويس. انا اكمل لك. انا موافقك جدا، ده حضرتك بتشرح كلامي. اتفضل يا دكتور. مش انا قلت انا سمعتك كويس، اكمل لك عشان تاخد الموضوع. اتفضل. انا بقول لك ليس كل الملتحين هم حزب النور. عظيم، واضح كده؟ وبلا شك انت، وده واضح جدا للناس كلها، زي ما ليس كل السلفيين هم الدعاه السلفيه، مش كده؟ انت واضح الفارق ولا معاه؟ مش مستوضع عندك؟ في قوى وتيارات سلفيه كثيره مع موقف الاخوان
بالظبط ده موجود وتتحالف مع الاخوان ده موجود. لكن انا بقول لك انا كوادر اللي حركتها حركت على مستوى الجمهوريه. وانا بقول لك انا لا انكر وجود اي حد, وده الكلام ده قلته امبارح واول امبارح, ان احنا ما بننكرش ان حد كان موجود. الاحزاب كانت موجوده, القصه كانت موجوده, وكل واحد موجود في المكان اللي هو بيجيد فيه ولا بيظاهر فيه, ما عنديش اشكال. لكن اشكالي فين؟ اشكالي فين؟ ان انا اصبحت يعني ايه اي حد عايز يتكلم حزب النور. انا لو عملنا كده مفردات, مفردات حزب النور, كلمه حزب النور دي ذكرت كم مره في الاعلام وعلى النت وعلى وعلى وعلى, هتجد حاجات ضخمه. ايه ده من حضراتكم كان حزب النور هو ليه هو اللي عليه المشكله كلها. أيوة انت رصدت على مستوى الجمهوريه اللجان على مستوى الجمهوريه, ما انت رصدتها وشفت قد ايه انا 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 بتعامل مع اللجان. انا يوم لا يوم لا معلش تسمعني, اتفضل انا مش هطلع حضرتك, بس انا بقول حضرتك انا هتكلم على رصد محافظه الفيوم اللي حضرتك تكلم معلش حضرتك اسمع لا ومحافظات كلها ماشي اتفضل ماشي كده. انا ما يبقى للحرك حد عمل نفس اللي عمل ده في الفيوم زي ما انا عملت ماشي كده, اكيد حد عمل, بس هل بالحجم ده؟ يبقى مين اللي اتهم بانه قصر؟ اللي كان موجود بقوه واللي كان بيقول ناس يلا انزلوا كلكم واللي دعا الناس بكل قوه للنزول, ولا اللي ما دعاش بنفس القوه؟ مين اللي يتهم بانه طيب مين هنا صوته؟ محمد يعني قول لي اديني ادله سريعا كده يا فندم. هو بيقول لك مش كل المتعين اذا طبعا ان احنا هناخد نقاط حضرتك بس سريعا. لا ما هو لسه في اجزاء في المناقشه سريعا. حضرتك بتقول انت لقطته مش هقول لحضرتك يا فندم اللي انت بتقول. انا هقول لحضرتك حزب النور والا فانا دلوقتي انا عندي الناس اللي نزلت, الناس اللي اتحركت واللي حركت الناس واللي بدات. انا همشي قدام الناس بمسيره ضخمه يا جماعه انتخبوا فلان والاخر اضحك على الناس. ده ليس خلقنا طبعا وليس طريقتنا طبعا, طبعاً. ولم يعهد علينا ده ولا هنعمل ده عمرنا لان احنا مش وبعدين هعمل كده ليه؟ انا سؤال ثاني انا هقول لحضرتك يعني دلوقتي تمام اقعد في البيت وخلاص. لا انا اقول لحضرتك سريعا كده بعد اذن حضرتك يا دكتور وائل. محافظه الفيوم اللي تم ذكرها من دكتور محمد ابراهيم منصور, واتمنى حضرتك طلع لنا عدد الاصوات الباطله فيها. الفيوم لا هي عدد اجمالي الاصوات اصلا في الفيوم قليل جدا. أيوة. 504000 عدد الاصوات الباطله فيها 28530. مين اللي تهم الاستاذ حمدين صباحي خد 18742 والمشير السيسي خد 455720. طيب 89% للمشير السيسي, 4% للاستاذ حمدين صباحي, 6% باطل. طيب سريعا كده يا فندم, الدكتور محمد ابراهيم قال كلام جميل جدا, قال ان انا بعد ما حشدت كل الناس دي في الشارع عشان يروحوا يصوتوا للمرشح ما اقدرش اهمس في ودنهم واحد واحد واقول لهم هو احنا بنعمل كده بس. ده شيء عظيم جدا وده اعتراف انا اقبل بيه من حزب النور ان قيادات حزب النور لا سيطره لها على قواعدها كده. وعندي دليل واضح ان في 3 يوليو يا فندم كان قاعد الشيخ جلال على مائده خارطة الطريق وهي بتتكتب, وكانت قواعد حزب النور بالكامل داخل اعتصام 4 ولم يكن هناك أي سيطرة من قيادات حزب النور على قواعده. اللي أهم من كده الناس اللي معايا الشارع خليني بقى أكمل حضرتك. اللي أهم من كده يا فندم حركوا معايا قولوا أنا أقول لحضرتك اللي أهم من كده, في استفتاء الدستور الماضي لم يضبط سلفيا واحدا يصوت على الدستور المصري بالموافقة كما خرجت قيادات حزب النور بتصريحات نارية تؤيد الدستور. وحضرتك اللي كان عندك الضبط اللي أهم من كده لا لا اللي أهم من كده يا دكتور بعد إذنك اللي أهم من كده حزب النور عمل مؤتمرات في 7 مسيرات في 17 محافظة وعمل مؤتمرات في 7 محافظات وعمل 1,200,000 مطوية خليها كمل لحضرتك و5000 ومش عارف كام او كام و50,000 بانر تأييد المشير السيسي. كل ده عظيم جدا, ولكن يا فندم الأهم من كده حضراتكم كنتوا عبئاً على المرشح اللي قررته دعمه, واكبر دليل على ذلك تصريح الدكتور ياسر برهام النهارده اللي كان مستفز بكل معاني الكلمه لكل الاوساط السياسيه لما خرج علينا التصريح جميل وقال لا يجوز الخروج على السيسي لان انتخبته الغلبه. وعايز اقول لحضرتك اوقات كتير بيكون الصمت هو صوت الحكمه. النهارده احنا عندنا انتخابات وعندنا بعض الوشاوش اللي كانت موجوده فيها في الثلاث ايام بتوع التصويت, وفي يوم اتمد وفي بيان طلع من حمله السيد حمدين صباحي وبيان من واعتراض من حمله المشير, وبص الاقي تصريحات ناريه بتقول لنا الحقوا يا جماعه الساده الملتحين اللي دعموا مرسي هم اللي بيدعموا النهارده السيسي وبكره السيسي يبقى مرسي وبقت سنيننا سودا. يا سيدي الفاضل انا اعتقد ده مين اللي قال كده؟ دكتور ياسر برهامي قولا فصل رجعوا لتصريحات دكتور ياسر برهامي النهارده قال لا يجوز مبارك. الخروج على السيسي لان انتخب من الغلبه مبارك. هنا انا قاصد ادور المرشح اللي انا اعلنت ان انا بدعمه. خليني اكون واضح مع حضرتك, الامر واضح جدا للناس في الشارع لما خرجت مزايدات من دكتور يونس بخيون من استاذ نادر بكار وعلاقتي بيه طيبه يعني
خرجوا يزايدوا على الناس، تمرد مش موجوده، الاحزاب كلها خانت السيسي، حملته لازم تحاكم، اصل الحق بيحصل كذا، كل ده موجود، ده اللي خلى اسم حزب النور يتذكر كتير في الفتره اللي فاتت، ولكن ما خدوش بالهم ان الشعب في الشارع كان شايف كل حاجه، الناس في الشارع كانت شايفه ان حزب النور ما عملش حاجه، فالناس بقت تتكلم وتهمس بين بعضها، هو حزب النور بيزايد زياده عن اللزوم كده ليه؟ هو عايز يخش انتخابات؟ شويه بشويه طلعت الاصوات البطله. اتمنى ان حضرتك تمشي في الشارع واسال المواطنين هو حزب النور عمل ايه، هيقول لك والله ده هم اللي خانوا المشير السيسي وراح ابطلوا صوته. لا اظن لا معلش ممكن خلينا بس ده دي ده كلام الاتهامات متبادله بس احنا هنتكلم يا دكتور. انا بسال سؤال لاي مواطن شريف، اي عاقل، اي عاقل يرى لم يرى مثل ما صنع حزب النور في الشارع. معلش انا مش بزايد بقى، انا بقول واقع، هذه حقيقه. ماشي كده؟ نعم هذه حقيقه. انا نزلت في الشارع وتحركت في الشارع وقلت الناس كلهم انتخبوا فلان، كيف اتهم انا ان انا اللي قصرت معاه؟ ازاي ده تيجي دي بصراحه؟ خلينا لا دي اول حاجه. الثانيه انا عايز بس الكلمات المتبادله بين التمرد والنور اخلصها. انا يا استاذ محمد الثانيه، لا كمل بقى، كمل الثانيه. الثانيه يا استاذ محمد، مساله اللي حصل اللي صدر من الاستاذ نادر بكار والدكتور يونس، ده كان رد فعل فقط، واحنا نفسنا بعدها قلنا لا. ايه الفعل عشان يكون رد فعل؟ محدش اتصل بيك وقال لك اتصل بيا كل الناس. رد فعل على ايه؟ وانا اخشى لا المهندس جلال نور اتصل بيك يا فندم؟ اتصل لا سؤال، المهندس جلال نور اتصل بيك؟ ايوه يا فندم اتصل بيك قدام انا. اه وقال له واعتذر وقال له معلش. الله ينور. المساله تقف لحد كده. انا يا فندم هو يا لا معلش ليه؟ مساله ايه؟ مساله التلاسل اللي حصل، المزايده، المزايده بين تمرد بين تمرد. اه لما بدا كان رد فعل، كان رد فعل على اتهام هتستغل يعني استغلال سيء. فتم التواصل معاك انت حصل واتقال لك المساله تقف، وانت والمساله كانت واقفه. اصل اتقال لي المساله تقف دي معناها انها تعليمات وانا ما باخدش تعليمات. لا يا محمد بقول لك بلاش محاوله احتواء. ايوه بلاش. انا اقدر ده، انا اقدر ده. شيخ جلال كلمني بكل احترام، ونادر بكار كلمني بكل احترام، واحمد خليل كلمني بكل احترام، وانا مش معترض. دلوقتي انا عندي نقطه، انا هقول لحضرتك بقى سؤال لحضرتك. ما انا هقول لحضرتك. لا لا بسالك دلوقتي. اتفضل يا فندم. بسالك دلوقتي، انت قول لي باي عقل وباي منطق انا اعمل العمل ده؟ الانتخابات ايه؟ انتخابات ما هي الا حركه دعائيه وتحريك للناس. في كلمه واحده انا اللي عملت ده كله؟ في كلمه واحده انت تقول لي؟ محمد خليني اقول لك السؤال بس هنا هنا. قول لي حزب النور ايه مصلحته في انه يبطل صوته؟ يعني هو في نفس الخندق، هو اختار خطا وطنيا بالانحياز للقوات المسلحه والانحياز للوطن في مواجهه الارهاب المسلح، وعانى ما عاناه من تهديدات الاخوان ومن فتاوى الاخوان التي تكفرهم كما تكفركم. ايه مصلحته في انه يبطل صوته؟ بل بل شاب من شبابنا اتفجر البيت، عارفين الاستاذ عادل صقر اتضرب بالرصاص، اتفجر، راحوا بالقنبله جنب بيته. احنا مات من عندنا حد يعني الامر مش لا مش انا بقول لك منه. وانا هستمر على كده ليه؟ عشان ايه؟ طيب انا خليني اكون واضح مع حضرتك. انا لا علاقه لي بايه هي الاسانيد اللي استند ليها حزب النور في اتخاذ هذا القرار. انا بقيم عمليه انتخابيه وبرصد من خلال شبابنا اللي موجودين في اللجان، وعندي غرفه عمليات بتقول لي الصوره والرؤيه عامله ازاي، وانا الرؤيه عندي بتقول ان حزب النور ابطل اصواته. النقطة اللي أهم، ما خرجناش ليه قلنا من أول يوم حزب النور بيبطل أصواته؟ حبينا نتأكد من الأمر. الغريب في الموضوع إن إحنا لقينا يعني تصريحات نارية خارجة من كل قيادات حزب النور، كل ده يقعد في البيت، كل ده ما اشتغلش، ما شفناش أحزاب، ما شفناش تمرد، ما شفناش حملة، كله خان السيسي، إحنا بس الموجودين على الأرض. قمت أنت بقى حضرتك إيه؟ عملتوا العملة وطلعتوا تهاجموا الناس، مش تكفوا عليها بقى، تكفوا على الخبر مجهول، لا ده انتوا طلعتوا زايدوا على الناس. قيمتك ايه على العملة؟ بس انا شايف الكتلة التصويتية لا تعبر عن خيانة كافية. يعني الكتلة التصويتية اذا عندي 25 مليون 23 مليون صوتوا للمشير السيسي، ما الذي يشعرك بانه في خيانه؟ ده مفيش اي حاجه تشعرني ولا يفرق معايا المليون صوت بتوع السلفيين، وهو ده تعدادهم الحقيقه على ارض الشارع، بالاضافه الى 388 الف لو صحت الارقام طبقا للفرز. ان هم خلينا نقول هم مليون، ما عنديش مليون. مشكله معلش خلينا نقول هم مليون، تمام، ما ياثروش في العمليه الانتخابيه لا لصالح المرشح حمدين صباحي ولا لصالح المشير السيسي، ولكن ما دام الامر خرج في مزايدات وان انت بتحاول تفرض نفسك تقول كل الناس تقعد في البيت وانا الوحيد اللي بشتغل، الناس اكيد هترد عليك. وخلي بال حضرتك في ردود كتير خرجت من احزاب تانية، ولكن الناس كانت بتتعامل بحرص. انا دكتور يونس مخيون خرج على احدى القنوات وقال ما شفناش تمرد خالص وملهاش وجود وملهاش قاعده شعبيه. طب ليه يا دكتور مخيون الحوار بحاجه؟ اتفضل يا فندم. هستشهد حضرتك. اتفضل يا فندم. هل لو انت قارنت بين القوى السياسيه كلها
فيه قوة سياسية اتحركت على الشارع ودعت الناس للانتخابات قد حزب النور. انا بقولش محدش مشروع. ارد على حضرتك يا فندم. لو فيه قد حزب النور ارد. احمد الله وتحية للشعب المصري العظيم اللي خرج للصناديق في اول يومين قبل الثالث بدون. خلينا اكمل يا فندم. خلينا اكمل يا فندم. بس ما تحكمش على سؤالي. الحملة الانتخابية. اجاوب يا فندم. جاوبني. الحملة الانتخابية. خلينا اكمل اجابتي عشان ارد على حضرتك. لا لا سؤال واحد. عايز تجاوب. سؤال واحد. هل توجد حملة انتخابية اتحركت على الشارع قد اللي عمله؟ انا معلش انت اضطريتني اقول كده. انا عمال انا هقول لحضرتك يا فندم. انت سالت سؤال خليني اجاوب بقى. انت اضطريت خليني اجاوب السؤال يعني قول لنا من قام بنفس الدور. انا اقول لحضرتك يا فندم قامت بنفس الدور. ارد على حضرتك فضل. بعد اذنك بقى تسكت دي عشان ارد. ماشي. الشعب العظيم اللي خرج من غير زيت ولا سكر ولا حاجه. انا لا اتكلم عن الشعب. انا بسال في حضرتك سؤال. هل في الحمله الانتخابيه اللي كان في مش على فكره انا عايز اقول لحضرتك مش فترة يا دكتور محمد في فترة احنا ما نعرفش بعض من النهارده. والطريقه اللي حضرتك بتستخدمها معايا في برنامج على الهوا دي ثقافه الاحتجاج بتاعت الاخوان. القانون عامل فتره دعايه. لا بص يا فندم القانون عامل فتره سياسه الهجوم. سياسه الهجوم على الهوا. انا اكتر حد في مصر ممكن اقاطع حضرتك اساسا. انت اللي هاجمت. لا لا خليني ارد على حضرتك لو سمحت. طبيعه الهدوء. لو سمحت محمد نقطه نظام. اتفضل يا فندم. خلينا احنا عايزين نشوف الصور بتاعه الدعايه الحزب. حتى صور الدعايه لحزب النور لماذا تاخذها دليلا ضده؟ يا سيدي الفاضل طابور الانتخابات. نشوف الصور يا جماعه. نشوف الصور. نشوف بعض الصور. اتفضل يا فندم. دي صور. قول لي يا فندم هل عقل في الدنيا بيقول ان الطابور كله منتخب؟ خلي بال حضرتك ان المنتخبات تذهبنا جميعا مع بعضهم. يا فندم انا موقفهم عشان اخد الصوره دي. هتقول لي الصور اللي بعدها. خلينا نسال. اتفضل اتفضل. دي كل الصور ولا اخترت صوره؟ نشوف الصور. لا يا فندم انا مش هقعد قاعد مع حضرتك انا الصور. انا الان قاعد الاستاذ زائل البراشي. اجيب له الصور بقى واطلب منه الان يعرضها. اتفضل. انما انت هتختار لي خمس ست صور. يا فندم اتفضل. انا ما اختارش يا فندم. ملايين الصور. انا قاعد جنبك على الهواء وانا اختار. لا مش حضرتك. انا بقول انا اجيب لك ملايين الصور واطلب الاستاذ زائل البراشي يعرضها. يا زائل يعني هنحاول يا جماعه. حاولوا اعطوا لنا بقيه الصور عشان كده احنا بنختزل في صوره واحده. حتى يعني ايه معنى انهم هم يقفون مع بعضهم البعض سواء رجال تقفنا مع بعضهم عظيم سواء نساء؟ يعني ايه الدليل في كده؟ الدليل واضح جدا. مش عايز اكون بتصيد بس انا هقول لحضرتك. بص يا استاذ وائل لما انا النهارده اكون اول واحد بعد العمليه التصويتيه بساعتين ثلاثه عمال انشر في صور بصوا حزب النور واقف عند اللي جنب صوره حلو خد مكسب سياسي مش معترض حتى لو الناس دي راحت تبطل اصواتها انت حشدت الناس المشاركه انا مش معترض. تعالى بقى كلمني بعد التصويت في نهايه اول يوم تصويت تصريحات ناريه للاستاذ نادر بكر مساعد رئيس الحزب ليه شؤون الاعلام بيقول فيه لم نشهد حزبا واحدا يدعم المشير السيسي كما فعل حزب النور كل الاحزاب خالد الوعد مع المشير السيسي لم نجد تحركات في الشارع الا من حزب النور. خرج دكتور يونس مخيون في حوار مفتوح على احدى القنوات اللي لها متابعه جيده وقال كده نصا لم نرى تمرد في الشارع لم نرى الاحزاب السياسيه لم نرى كذا استفز كل الاحزاب. انا حتى بقلب القنوات لقيت دكتور احمد سعيد رئيس حزب مصر الاحرار منفعل جدا وبيرد. طب انا عايز اقول لك حاجه فعلا. الناس تقول ان الذين اعطوا اصواتهم للمشير السيسي هم من يحبونه دون دعم لا من احزاب وده اللي أنا ولا من حمله وده صح ولا من حمله وده صح. وانا عشان كده بقول تحيه للشعب المصري العظيم اللي خرج من غير ولا سكر ولا زيت ولا حشد احزاب ولا غيره. طيب هو ده اللي كان صمام الامان. عشان بس احنا عندنا شوكه عندكم هل عشان قبل ما عندي في موضوع حزب النور بصراحه حزب النور انا رايي انا رايي واضح الانتخابات ان حشبه تشبيه ارجو ان هو يكون معقول يعني ان المشير السيسي عامل زي الطالب المجتهد او المتفوق اللي كان داخل امتحان وكل الناس عارفه ان هو ناجح واخد بال حضرتك ومصممين المراقبين ان هم يدوا له برشام ويشغلوا له المنهج في سماعات طول الوقت ليه؟ علشان يلصقوا به ما ليس يعني ما ليس منهم. هذا ما حدث من اعضاء الحزب الوطني الذين وقفوا انا من المنوفيه بلد المليون شهيد وانتوا فاهميني كويس واخد بال حضرتك وانت من المنوفيه يا محمد وعارف ده كويس. اعضاء الحزب الوطني الممنوعين من ممارسه العمل السياسي ها هو احد اعضاء الحزب الوطني وقع على محضر ممنوع ممارسه العمل السياسي وقع على محضر امام الكاميرا السيد شرف غازي طلع له حكم قضائي وهو وكيل السيد عبد الفتاح السيسي في لجنه تلا ماضي محضر اصل ده اصل. حزب النور رصدت ضده 38 محضر ومخالفه
عملتهم في بسيارات 38 محضر سيارات تكسر الصمت. بس انا عايز اقول لك انه المشير السيسي كان دايما يعلق انه ما عندوش حمله يا فندم، وانه هزم وانه حتى الاعضاء الحزب الوطني ماشي. بس يعني انا عايز اللي عايز ربما يكونوا اضروا به. انا عايز الاصل، بقول لحضرتك هو اللجنة داخل اللجنه ناجح، لكن كيف يتم تشويه المشهد؟ واحد اعضاء كله كان بيتسلق على هذا النجاح، حزب النور أيوة يتسلقون على هذا النجاح. بس الطريقة ده تعال استفز بتوع حملة حمدين صباح، 38 مخالفة لحزب النور رصدتها وعملتها. ايه مخالفات حزب النور؟ هقول لحضرتك اهو، كسر الصمت الانتخابي بطريقة فجأة جدا امام اللجان. حزب النور كان موجود باللابتوبات بتاعته، عليها صور السيد عبد الفتاح السيسي وعبر بطاقات صغيره. ده كلام معاكس اللي انت بتقوله. لا مش معاكس، بالعكس ده نفس الكلام. لان انا قلت ان حزب النور اضر بالمشير السيسي. انا كمل لحضرتك، كمل لحضرتك عشان تعالوا اكمل. لا 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 واللواء موجود معانا سياده اللواء سعيد توفيق رئيس مدير امن المنوفيه، اتصل بيه واساله اقول له يا فندم ده من غير لوحات ممكن تنفجر يعني ده ازاي؟ يقول لي اعمل ايه؟ كويس؟ هذه السياره ماذا تقول؟ انتخبوا عبد الفتاح السيسي للقضاء على المد الشيعي في مصر. حمدين صباحي سوف يعيد الشيعه الى مصر. يا جماعه شيعه ايه؟ قسما بالله حدث، الفيديو موجود عند الاعداد يرصدوه سجلوا صورهم. انا مصورهم فيديو يا فندم، معمول بيهم 38 محضر. كسر الصمت الانتخابي مرفوض يا زويل، كسر الصمت الانتخابي كان مرفوضا. قدم المحاضرات. حزب النور قدم منجزا رائعا في كسر الصمت الانتخابي في الدعايه، اضر بعبد الفتاح السيسي، الناس عزفت عن المشاركه بسبب وجوه الحزب الوطني وبسبب وجود حزب النور احد الاحزاب التي انا رايي دعني اتحفظ على العزوف. لا هي عزفت، هي معزفه يا سيدي الفضل. الاعلام نفسه اذا وصلنا ل 25 كويس مليون. اذا وصلنا انا عايزك تكمل كلامك. بس انا عندي تعليق على العزف. انا لم اتكلم عن العزوف، من تكلم عن العزوف هو الاستاذ مصطفى بكري، احمد موسى، الاعلام المصري، استاذ لميس، كله كان بتتمنى انه بتتمنى انك تصل الى 38 مليون وهذا مستحيل. طيب أنا حزب النور حجم ثورة حزب النور لما كنت بحرر محضر ضده كنت بروح اللجنة العليا للانتخابات احرر المحضر، يقول لي ماليش دعوه بالمحاضر، روح حرر المحضر في وزاره الداخليه. على ما اروح وزاره الداخليه تطلع عربيه النجده دور على عربيه ما تلاقيهاش. حزب النور بالفعل اشتغل. انا اللي بقول لك اشتغل اضر بالنسبه لي. انا قلت بشتغلش بالنسبه لي انا كحمد حمدين صباحي ممتاز جدا يا جماعه انه اضر يعني اشتغلوا شاطرين. طيب خلينا بقى عشان هو يجاوب كويس ده في الجانب الاخر. استاذ محمد يا جماعه بس عشان ما يحصلش حط اخر نقطه عشان نسمع الجانب الاخر. هرجع لك يا محمد. اتفضل بس اتفضل يا فندم. محمد تمرد يقولون انكم شاركتم وابطلتم. عندي هنا الدكتور شوكت بيقول انكم شاركتم والحقتم الاذى بالمشير تعمدا، متعمدين يعني انه تكسر الصمت عامه انك تشارك وتتعمد هذا التشويه حتى تسيء الى عامه. ده اللي احنا يعني ايه متعودين عليه. سهلة مش صعب قوي يعني. اللي حصل ان انا بعتبر ان الكلام يعني الكلامين رد على بعض جيد جدا، وانا بقول هذه شهاده اعتز بيها بس مش بمخالفات. لو في مخالفات لا في مخالفات ارصدها واحنا نتعامل معاها. في مخالفات لكن اقول لحضرتك حاجه، انا بقول لحضرتك ان انا تعاملت مع المشهد ده بكل ما اوتيت من قوه ومنضبط. اللي انت ظبطته اللي انت عملته انا ما يعني على حساب القانون. لكن انا هل حضرتك وصل لهذه المرحله من التواجد القوي لدرجه ان هو يا فندم من التواجد مخالف للقانون دكتور ان هو يتغافل عنه من جهات الدوله؟ حضرتك بتقول اهو ايوه مخالف يتم القانون. التغافل عنه يعني حزب النور ده وصل بقى هيبقى حوت بقى ملى الدنيا لدرجه ان في تغافل عنه وسيبوه يشتغل. مش عايزين مش قوي كده مش قوي كده مش قوي كده مش قوي كده النمره ما تتعملش عليه قوي كده يا دكتور محمد. لا 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 النمره ما ينفعش. معلش طيب انا عشان بس كمان اسال استاذ بس خلينا محمد هنا السؤال يعني هل من المنطقي ان انا اؤمن بنظريه لعبه الاستغمايه يعني الناس هيلعبوا لعبه استغمايه انه يعني خبي يا جدع دي مش خلقنا ادي للسيسي ده مش خلقنا حوشوشك ولا بنتعامل حوشوشك واقول لك ده كلام بس ادخل ابطل صوتك. استاذ وائل الموضوع واضح جدا. انا بقول حزب النور قياداته ملهاش سيطره على القاعده. انا عايز اتدخل تمام مش ممكن. في نفس موضوع حزب النور وين الامر واضح. الكلام اللي قاله استاذ شوكت بيؤكد ان حزب النور اما لا يفتقر الى السياسه اصلا وهو حزب ديني طائفي، واما ان حزب النور كان يقصد
مستهدفا وقع الاذى والاضرار بالمشير عبد الفتاح السيسي كمرشح للانتخابات. الامر مش محتاج ما فيهوش خيار تاني. يعني اذا شارك وتحمس يا محمد نقول يشارك ويتحمس ولكن لالحاق الاذى. انا اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك يا فندم لما يطلع مساعد رئيس الحزب معايا في برنامج على الهواء وقت التصويت في الانتخابات ويقول كده نصا احنا نتمنى ان الناس ما تعتبرش ده كسر للصمت الانتخابي ولكن احنا موقفين الناس باللابتوبات كده قدام اللجان عشان يطلعوا الرقم الانتخابي للناس عشان يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. ما ده حصل. هو بيقول الكلام ده على الهوا. يعني هل انا لو في مخالفه وانا مش عارف ان هي مخالفه او مطلع على الهوا اقول اتمنى ان الناس ما تاخدهاش كسر الصمت الانتخابي واحنا بنعمل كذا وكذا وكذا يوم استاذ شوكت يروح يعمل محضر يبقى ده حقه قانوني يبقى انا كده اضريت بالمرشح مسجل فيديو استاذ شوكت هل يعقل ان هناك شخص وعد مرشح بدعمه انتخابيا فيخرج اعضاؤه تنظيميا بمكبرات صوت على سياره ما فيهاش ارقام ده لو الرصد الفيديو اللي قاله استاذ شوكت مظبوط يقول انتخبوا اللي هيوقف المد الشيعي ويعمل يسوي احنا يا جماعه ما بننتخبش على اساس طائفي احنا منتخب رئيس لمصر الكلام ده الموضوع واضح بس في فرق بس هذه برغماتيه عايز اتدخل طيب انا عشان استاذ عبد الشكور عايز اتدخل بس جينا على حق يعني ادونا مجال ان احنا نتكلم معاكم والا يبقى البرنامج على حزب النور وتمرد واحنا موجودين على رئيس حمل عكيل يعني هاخد تعليق اخير يا جماعه يا جماعه كلنا بنتكلم يا جماعه انا عشان الفصل بالقواعد انا مفصول عن قواعدي وانا بحرك في نفس اللحظه 100 او 200 فعليه عم سجل جمهوريه في نفس اللحظه فيهم الاف وابقى منفصل عن قواعدي انا بشتغل اجرت ناس جبت ناس خلينا اسالك استاذ محمد خلينا اسالك عن علامات الاستفهام قبل مثلا استاذ شوقي يعني مثلا مطروح احدى معاقلكم الاساسيه لما الاقي ان التصويت في مطروح 88,000 ممتاز و600 فقط ممتاز. الذين صوتوا صحيح منهم 53,840 اعطوا للمشير السيسي بنسبه 86% و2999 اعطوا للاستاذ حمدين صباحي بنسبه 5% وباطل 7,929 بنسبه مجتهد. 9% هتوجه بالسؤال بنفس السؤال للجميع اللي هنبقى نعلق على الصور دي نسيبها شويه يا جماعه نبقى نعلق عليها بعد شويه انا في الدستور اخفقت في مطروح زي ما كان بيقولوا كله مطروح بس خلينا بس عشان اديل اللي كانت هي المشكله في مطروح لما انتوا عرفتوا كده كلكم يا اهل يعني الدعم السيسي يا اهل مصر يا اهل دعم السيسي ما اهل مصر هل تداركتم الموقف وانا اخفقت في مطروح زي ما انتوا كنتوا بتقولوا كله الاعلام كله جابوا اخفقت في مطروح اللي طلع في شوفوا انتوا عملتوا ايه دعمتوا قد ايه بقى في مطروح وطلعتوا اللي طلعتوه انا يا سيدي اخفقت في مطروح في الدستور انت عملت ايه بقى وطلعت الناس ليه بتتهمني تاني ان انا ما طلعش انا ضعيف في مطروح ضعفت في مطروح مش عارف اشتغل في مطروح انا اقول لحضرتك اعمل ايه بقى انا عايز نسمع بقى استاذ عبد الشكور الاول وبعدين ارد اسمع اسمع استاذ عبد الشكور وبعد كده نعلق على الصور تاني اللي اتكلمنا عنها استاذ عبد الشكور اتفضل عشان انا حزب النور دي نقطه في ست طيب. اسئله أنا شايف الاسئله الصعبه المتعلقه بالانتخابات يعني ده سؤال فقط اللي احنا بنتكلم فيه قبل ما خلينا نعلق على موضوع حزب النور هو احنا شهدنا حزب النور في العملية الانتخابية من بداية ثورة 25 يناير إلى انتخاب رئاسة الجمهورية بعد 30 يونيو أنا شفت قدرة حزب النور على الحشد في انتخابات الإخوان المسلمين شفت قدرة حزب النور على الحشد في انتخابات البرلمانية السابقة سواء مجلس شورى أو مجلس شعب أنا ما شفتش حشد مشابه لما رأيته عيني في هذه الانتخابات الرئاسية والأسباب ترجع داخليا لحزب النور كان حزب النور يعني قادر على خروج عدد كبير من الأصوات من منازلهم من خلال وجود سيارات ميكروباصات تذهب إلى المنازل وتخرج المواطنين من منازلهم للإدلاء بأصواتهم لحسهم على إعطاء أصواتهم إلى حزب النور لم أرى هذا الحشد موجود في انتخابات الرئاسة وأرى أن يعني هذا كان شيء واضح يعني الحشد كان هناك فرق في الحشد بين رغبة حزب النور في حشده لانتخابات الرئاسة ورغبته في حشده لانتخابات رئاسة مرسي وانتخابات البرلمانية التي كانوا هم ممثلين فيها بشكل قوي في الانتخابات السابقة نفس السؤال لحضرتك نفس السؤال بس في كلمة اتفضل اتفضل حضرتك رصدت في المنطقة اللي حضرتك فيها هل فيه قوة
اتعاملت بنفس الطريقه. يعني حزب النور عمل مثلا 10 في المية. انا بتكلم على قوه. هل وجدت مثلهم؟ بص بص اقول لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك حاجه. لم تكن هناك قوه موجوده في مصر، لم تكن هناك قوه موجوده في مصر حشدت للسيد المشير، ولكن الحشد الحقيقي هو رغبه الشعب المصري وشعبيه السيد المشير الجارف التي اخرجت الشعب المصري ليصوت لينتقل من مرحله الى على اخرى. لم يكن لم تكن هناك وغيرنا ما عملش. اقول لحضرتك حاجه، الحمله. طيب يبقى هنا يا محمد اخشى ان يكون الجميع يعلق فشله في دعم المشير عبد الفتاح السيسي كما اعلنه، لانه الدعم جاء من الناس تلقائيا على شماعه حزب النور. هو ده الحصل. هو الشعب المصري كان هو الذي يقول القول الاخير. يعني المشير عبد الفتاح السيسي دعمته شعبيته الجارفه في الشارع المصري، ولا فضل من احد على الشعب المصري ولا على المشير عبد الفتاح السيسي بهذه الاصوات، ولا من حمل التمرد ولا من حمل. طيب انا هقول لك بس بعض الملاحظات اللي بيجي لي استاذ محمد. أستاذ حمدين صباحي، بانتخابات عام 2012 السلفيين هم الذين منحوا أصواتهم في الجولة الأولى في الأسكندرية كوسيلة مناورة مع الإخوان، بدليل أنه حصل فيها، خلينا أكلم، والتي حصل فيها على 1000 توكيل بالعافية من خلال اللي هو يوم الجمعة. لكن انتم دعمتم حمدين، يعني لما بتحبوا تدعموا حد بنقول التاني، بتدعموه بندعمه نقول التاني. لا يعني دعموا حد بيسمع دعم التاني. هو عاوز يقول انه كتلتكم التصويتيه. بتكلم عن انتخابات 2012 دعمتوا حمدين صباحي في نكايه في الاخوان ومحمد مرسي، حتى ما دعموش ابو الفتوح. ما دعموش ابو الفتوح. احنا عندنا كده في حول بقى، احنا بنقول يعني كده نفطر استاذ محمد نبوي، هنقول ايه اخونا الدكتور شوكت يعني ما دعموش حمدين عليه. هو بس قاعد يسال فيه، هل حصل في مشكله؟ يعني هل حصل في مشكله بين هل حصل عندكم مشكله في الحشد؟ ما فيش مشكله والله عندنا. يعني هل في انفصال بين القيادين والقواعد الموجوده؟ مفيش حد يصعب شكوه. انا بس هاخد تعليق اخير على الصور عشان انهي موضوع حزب النور. نشوف الصور اللي نشرها حزب النور للتاكيد على انه كان يدعم المشير عبد الفتاح السيسي فيما نشوف مجموعه صور فيما تقاعس الاخرون. لا لا لجنه الصوره بتاعت اللابتوب دي. لا نشوف صور واحد لبرار كلها اللي جنب برضه. لا دي مسير. لا ثواني بس نشوف صور ثانيه. فيش واحد ليبرالي يا باشا عشان الصورة. نبقى ما جبناش في واحد فلاح اهو. فيش واحد اشتراكي كده معايا. ليس دليلا يا محمد زي ما فيش واحد اشتراكي. انا هقول لحضرتك، انا بس بسال سؤال، هل ضبط واحد ليبرالي او اشتراكي داخل هذه الصور؟ ممنوع. هل طب في واحده متبرجه يا فندم تبقى لتصليحات واحد دول صورنا؟ طيب ده اللي احنا عملناه يعني. ما هو ده اللي حضرتك بتعرضوه. هو انا اللي عارض الصوره؟ انا مش عارض. هو ده طاقتك يعني؟ ده طاقتك. طيب خلينا يا محمد، انت واخد ليه ان الصور؟ هاخد تعليقين منك ومن الاستاذ محمد عشان اقفل موضوع حزب النور وانتقل للتاني. انت شايف ليه ان هذه الصور، ونشوف الصور على الشاشه يا جماعه، انها دليل ضد حزب النور؟ شوف يا فندم، لما انا النهارده انزل اصور طابور الناخبين اللي انا بحشد له، المفروض الطابور ده يكون بطبيعته، الناس كلها نزلت عند طوابير الانتخاب شافت الطابور، ممكن يكون في واحده منتقبه هنا، ممكن واحد ملتحي هنا، الطابور بيبقى حسب الدور اللي جه، انما ما شفتش طابور. لو 30 سيده منتقبه راح ذهبنا مع بعضنا، هتلاقي ده دول كان عند لجنه. لا دي خيمة. الله اعلم ده كان فين، يمكن في اعتصام تاني. الله اعلم يا دكتور محمد. انا بقى اروح فين؟ انا ده بجد وبقى ده موضوع تاني ماليش دعوه. ما اعرفش الخيمه دي كانت فين. انا بس عايز اقول لحضرتك يا استاذ وائل، لو انا النهارده عايز اصور، على فكرة لو انا دي لجنه انتخابيه. طيب معلش بس خليني اوضح لك. كويس انها لجنه كده. خدها شوكه مخالفه على طول. بعد اذنكم بقى نتكلم بس كلام منطقي. كلام منطقي. بص يا دكتور محمد، لو انا عايز اكسب سياسيا واقول ان انا موجود، هلاقي الطابور ده في مجموعه من الناس موجوده ودخلوا ال 30 سيده في الطابور، اقوم انا مصور الطابور من اوله لاخره عشان اقول شفتوا حشد حزب النور، فالناس تقول لك لا ده الشويه الصغيرين بس. يعني بعد اذنك، يعني حضرتك ده ذكاء جميل تخليني اكمل كلام بقى. نعمل كده ولا حضرتك هتتكلم بالنيابه عني؟ انا قلت لحضرتك انا ممكن اقطع حضرتك، خليني ارد على الكلام بعد اذنك. شوكت دي واحد حضرتك النهارده، لو الكلام المنطق بيقول ان انا بعمل غرفه عمليات وعايز اقول حشدي فين، هاجي على الطابور اللي موجود ويصطف ال 30 عضو اللي جم او ال 50 عضو زي ما يكونوا موجودين، هصور الطابور كله واقول حزب النور يحشد لمرشحه. انما لما يقتصر
الصورة على مجموعة المنتقبين ومجموعة الملتحين، يبقى انت هنا النهاردة بتحاول تبروز نفسك. انا مش معترض، خليني اكمل لحضرتك للاخر. وبالمناسبة انت ممكن توقفهم طابور في الشارع تحت يافطة، يعني مش شرط يكون عند اللجنة، وارد وارد جدا. انا بس مشكلة. مش عايز محمد، مش عايز اتصيد لحزب النور. طيب على طريقة وكمان بتقول لي صباح الخير. لا. انا عايز امسك دليل. انا هقول لحضرتك استاذ زويل، اول ما يخرج اول ما يخرج بعد اذن حضرتك يا استاذ دكتور محمد، اول ما يخرج متحدثين حزب النور بعد ساعات من التصويت للمزايده على مصر كلها وهم بس اللي موجودين، خلت الناس كلها بصت. هم موجودين فين؟ الناس نزلت اللي جاي. انا بقول لحضرتك رسميا تم ضبط حزب النور متلبسا يبطل اصواته داخل لجنه دجله في ميدان الرمايه. انا بنفسي اللي شفت. انا بقول لحضرتك لجنه في ميدان الرمايه ده كاتب انه حزب النور، مش انا قلت لحضرتك. معلش ده في مزايدات ملهاش محل من الاعراب. اول مزايده الصور دي، عايز تعرف حضرتك كاتب حزب النور ولا لا؟ انا اقول لحضرتك يعني هل كل ملتحي يعني كل ملتحي يحمل بطاقه عليها شعار حزب النور او يخرج من سياره عليها شعار حزب النور هو عضو في حزب النور او محشود من حزب النور، والمقصد من وجوده بهذه الدعايه عند اللجنه وقت التصويت الاضرار بالمرشح عبد الفتاح السيسي. وعايز اقول لحضرتك الامر محسوم. حزب النور يفتقر العمل السياسي لان حزب ذات صبغه دينيه وبيحاول يكون في الوسط عشان يوزن كل الاطراف. شعبيه جارفه للمشير عبد الفتاح السيسي هندعمه، ولكن خلينا عندنا كارت تاني نلعب بيه. يمكن الانتخابات تتلغي او السيد حمدين صباحي يكون له فرصه ان ينجح، يبقى احنا ابطلنا اصواتنا والموضوع انت يعني ننجح يا محمد. يبقى الباطل يبقى طب خليني بنفسي. حزب النور معك في نفس الخندق، بمعنى انه اذا لم تنجح ثورة 30/6 ولم تنجح أهدافها ولم ينجح من يؤيدونه، فالخطر الذي سيلحق بك سيلحق لا يا فندم، أنا آسف. معقول يقدمون أنفسهم أنا آسف إلى حبل المشنقة مثلا؟ لا لا لا، خطر إيه اللي هيلحق إحنا بيهم؟ إحنا مش عاوزين السيسي يجي. مين قال إن خطر هيلحق بيهم؟ بالعكس، حزب النور في أمان تام. حزب النور لم يشارك في 25 يناير ولم يشارك في 30 يونيو، يعني وهبط على مائدة المفاوضات في الاجتماع. يعني الإخوان يتعاملون مع حزب النور حتى الآن، قواعد حزب النور كلهم يتعاملوا مع الإخوان وبيتكلموا النهارده بالدين في الشارع. بص يا فندم، أنا برصد من الشارع، أنا ما بنظرش السياسة. بعد إذنك شوفي هي واحدة بس يا أستاذ وائل، حتى في رابعة يعني أستاذ وائل حزب النور انا برصد وقائع شارع، انا ما برصدش تنظير سياسي. بيتعاملوا في الشارع مع بعض، بيقولوا يعني بالله عليك ما ينفعش تقف كده، يقولوا لا اصل هي مرحله وهتعدي. ما ينفعش يقول له بس يا عم بالله عليك تعالوا يلا نروح نصلي ونتكلم مش عارف ايه. الاضرار اللي لاحقه بينا كلها ولصق الدين بالسياسه كلها جايه من عند حزب النور، ده كلام منطقيين. طيب واحنا ليه بنضحك على نفسنا؟ لا معلش معلش، هاخد تعليق بقى اخير من الاستاذ محمد عشان حمله السيسي الرسميه وترفض دعم حزب النور ليها لانه حزب قائم على اساس ديني. كنت رفضوا المفروض كنت رفضوا لم اقوله بلاش لا يا فندم. انا هقول لك يا فندم، انا هقول لك يا فندم، اسمع اسمع، لم اتحدى لو تم ضبط مصطلح واحد ليا او تصريح واحد ليا ما قلتش فيه ان حزب النور حزب على اساس ديني. واخرهم اخرهم بعد اذن حضرتك اخرهم كان اجتماع اخير من حوالي اسبوع وكان حاضر ممثل عن حزب النور بيتكلموا عن التحالفات الانتخابيه، وقلت امام ممثل حزب النور ارفض تواجد حزب النور في الحياه السياسيه لانه حزب على اساس ديني. والاستاذ محمد ابراهيم منصور كان عضو في لجنه الخمسين وجدير بالذكر انه ما قامش واقف للسلام الجمهوري، يعني كان هو والدكتور صلاح عبد المعبود. وانا قلت لهم يوم الموافقه على نص ماده حظر قيام الاحزاب على اساس ديني، قلت له مبروك يا دكتور صلاح، عقبال يا رب ما نحل حزب الحريه والعداله. طيب. ده كان داخل مجلس الشورى في لجنه الخمسين. خلينا نقرب عليه اخير بقى. ليس الامر الا استاذ محمد انه يرفض او يقبل وجود حزب النور، ده وجهه نظر تبقى للدستور يا فندم. اعترض على الدستور؟ الدستور الدستور أيوة. اللي يفصل فيه ليس الاستاذ محمد نبوي، وانما اللي يفصل فيه القضاء واللي يفصل فيه الامر القضاء. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه بقى عايز اقول لحضرتك على حاجه. المساله دي المزايده دي لن تنتهي. لكن مين؟ انا بقول هي حاجه واحده بس. اتفضل. بقول هي حاجه واحده بس. اذا كان هناك حمله للمشير السيسي حصلت ايا كانت الحمله، ماشي كده؟ قارن بين كل من تحرك في الحمله واحسب النسب وشوف اعلى واحد ونسيب له ان هو اللي ابطل اصواته، يبقى انت كده عادل ومنصف. نسيب له ان هو اللي كان ضده وبيضره، يبقى انت كده عادل ومنصف امام المشاهد. نسيب له ان هو
اللي كان في في مخ... كان ناوي يبقى دكتور محمد يمسك العصايه من النص عشان يبقى مع الصباحي. دكتور محمد معلش النمره دي يا فندم ما ينفعش معاك. انسب له ان هو لا انا اقول لحضرتك لا معلش انتوا حضرتك خدتوا سطرين في بيان من الحمله فقمتوا عليتوا التون شويه وقلتوا ايه هنكسب في انتخابات البرلمان وده في المشمش رقم واحد. رقم اثنين الشباب اللي طافح الكتف في الشارع اللي كان بيتعب وبيشتغل الراجل بايمان بمبدا اللي انتوا شايفينه. اتحدى ان كان هناك قرار سياسي واحد لحزب النور كانوا شايفين في حاجه صح. بص اما اقول لك انا مفيش الكلام ده قرار سياسي في حاجه صح. اللي طافح كتف الشارع ده شباب لا كل الشباب المصري يا محمد كل الشباب المصري هم فين يا باشا؟ ما هم صوتولكوش برضه يا شوكه. مين دول يا فندم؟ ما تشوفوا عدد اصواتهم مين دول يا فندم؟ انتوا اخدتوها. خليني بقى عشان خليني بس الانتخابات دي طيب خليني بس هنا عشان ادخل بقى في نقطه ثانيه. الكلام كله مش هيبقى انا اخشى بس ان نحمل حزب النور ثقب الاوزون وكل اللي مشد اللعبه ما يلعبش ما دام طلع هاجم الناس يستحمل الردود ده اللي انا اعرفه ويستحمل المزايدات. طيب بص يا فندم اعتبرنا شويه عيال واللي يجي جنب العيال بقى ما دام حضراتكم طلع رئيس حزبكم غلط فينا احنا ردينا عليه. مسألة مش انتقام يا سيدي الفاضل. لما يزايد على مجهود شباب طفح الكتف في الشارع لايمانه بمبدا شباب تمرد اشتغلوا بدون توكيلات شباب تمرد اشتغلوا بدون اجل. ليه بدون توكيلات يا نبي؟ ما كانش عندهم توكيلات من المرشح ما كانوش موكلين. ليه؟ والله الشباب فضل يشتغل كده يا جماعه انتوا ده قرارنا. فضل يشتغل ده يضايقكم؟ واللي حصل في مقر ده يضايقكم في المنوفيه يا باشا حرق المقر بعد اذنك بس بعد اذنك بسبب ان توكيلات كانت الحزب الوطني الديمقراطي بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك حضرتك متحدث عن حمله المشير السيسي؟ لا يا مفيش طيب مفيش متحدث اصلا عن المشير السيسي. لا في استاذ عبد الله المغازي واستاذه منى القويدي كويس قوي ما خرجش. خليني بس اكمل كلامي. خليني اكمل كلامي. انا بقالي سنه بدور على متحدث باسم حمله المشير السيسي. ليه سيرش على الانترنت هتلاقيه. المتحدث يتحدث كثيرا ويتحدث طلبنا ان هو لو انتم متابعين العمليه الانتخابيه يعني يقولوا ان حزب النور حزب على اساس ديني. طلبنا ان يقول ان هناك من هم يشوهون حمله مش عادي يلبي طلباتك برضه من اعضاء الحزب الوطني ولم يخرج احد يرد على ذلك. طلع لنا اسم واحد رسمي. لا 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 بص اسمعني بس لا لا. حزب النور بيعمل على الانتخابات. طلع لي اسم واحد في الحمله الرسميه للمشير عبد الفتاح السيسي اللي بيعمل الحزب الوطني. اهو يا فندم اهو ده عضو في الحمله الرسميه لحضرتك. اه يا فندم ده مستلم توكيل مستلم حضرتك بتقول الحمله حضرتك اللي بتطلع اسمه يا فندم. انا في الحمله الرسميه للمشير هذا ده ختم مين يا ظلمنا هذا ختم مين يا انا بس عايز ده ختم مين يا استاذ يعني يا انا ما اعرفش الشخص اللي انت بتتكلم عنه. لا معروف يا فندم في حكم محكمه صدر ضده اسمه شرف الدين محمود غازي عضو مجلس الشورى عن الحزب في 2007 ومعزول سياسيا. انت كمان في 2007 بس يا 2005 يا زوائد خلينا بس خطوه خطوه. ما هو بيقول لي مفيش حد. انا بقول له اهو هذه وثيقه بختم محكمه. لا طيب لا لا وثيقه بختم محكمه يعني ايه مالها يعني ايه يعني فيها كده مكتوب من حد من الحزب مكتوب يا فندم شرف الدين محمود غازي صادر ضده حكم قضائي بالعزل سياسيا من شهر ونص كان وكيلنا على سيادة الفتاح السيسي. يعني هناك حكم قضائي صدر من المحكمة بيقول يعزل سياسيا السيد شرف محمود غازي. اه يا فندم فيه كده باسمه هو يعني 45 اسم. طب يا فندم طلع لنا الورقه دي اللي معاه وتقدم بيها اتقدم بيها للجنه العليا للانتخابات دي مخالفه. قدمناها يا فندم. ما تقوليش ما فيش حزب وطني بس خلاص اتقدم ممكن؟ بس انا اقول اللي انا عايزه. لا ما تقوليش انا اقول لو سمحتوا يا جماعه. لا شوكت ما انا بنفس المقياس شوكت ممكن اقول لك طب لماذا تقبلون شيكا من الاستاذ محمد فريد خميس في الانتخابات اللي فاتت يا فندم؟ الانتخابات فاتت ولا اللي جايه يعني لو انت قوي ضد الحزب الوطني بهذا الشكل طب ما تطلع تقول. لا انا ضد. خلينا اكمل سؤالي بس تطلع قول كده بشجاعه ان قبول الاستاذ حمدين صباح أيوة. لشيك من محمد فريد خميس لتمويل عار ولا يمكن ان انضم. لا انا عايز اساله عن المنوفيه مين كان ماسك حمله السيد حمدين صباحي في قويسنا؟ رامي الدبلي. لا الفكره مش يعني لم يكن يعمل اسم بارز في الحزب الوطني في حمله حمدين صباحي كان يحشد له بقوه. مين ده يا فندم؟ رامي الدبلي اللي كان ماسك الحمله في قويسنا ماله؟ انتوا ادرى. انا مسؤول الحمله. انا برد على محمد فريد خميس بس عشان محمد فريد خميس صديق الاستاذ حمدي ومضل رد عليه قبل كده الاستاذ حسام يعني الصداقه فوق المبادئ يا فندم. الصداقه محمد فريد خميس صادر ضد حكم بالمنع. الصداقه فوق المبادئ. لا ضد القانون. لا من رموز انت بتتكلم عن رموز الحزب. انا بتكلم على واحد معزول وقتها ما كانش في احكام. يعني انت مش ضد رموز الحزب الوطني؟ لا يا فندم مش ضدها. مش ضد رموز الحزب صباحي في خلاص ما دام السيد حمدي صباحي يدعم ورجوع العزل. الاستاذ حمدي صباحي الاستاذ حمدي صباحي في فندق جامعه المنوفيه يوم في شهر 4 2013 محمد مرسي
قال لي نصا ان احنا نرفض استخدام كلمه فلول لانها تقسم المصريين على اساس انتماءاتهم وبتميز بينهم. طب يعني انت مش بتقف مؤتمرات وتقول عوده ضد هذا الشخص القديم و... لا يا فندم انا يعني انت مش ضد انه انا مع طب القانون. انا عايز اقول لك انا ضد انه رموز الحزب الوطني يمولون هذا او ذاك. كويس يا فندم انا مش معترض وضد ان تحصل على تمويل من هذا او حكم المحكمه فقط. خلينا بقى اول حاجه ثاني سؤال هنا سوهاج خلينا ناخد في بعض المحافظات. كان متوقعا يا استاذ عبد الشكور وانت من سوهاج انه ليه سوهاج من الكتل التصويتيه الضعيفه؟ بالعكس احنا سوهاج 882 الف اللي قدلوا باصواتهم واخد بال حضرتك 215 صوت حصل 882 الف دي بتمثل 35% من عدد الاصوات اللي موجوده في سوهاج. ال 35 نسبه مش بسيطه ولكن الشعب السوهاجي بطبيعته طارد للسكان. يعني احنا عندنا مليون سوهاجي في ليبيا واخد بالك شباب في 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 السعوديه في تلاقي سوهاجيين هنا في القاهره بشكل شديد في كل انحاء الجمهوريه السوهاج متواجده بشكل واسع ساعيا وراء الرزق. ولكن النسبه هذه نسبه مش ضعيفه للدرجه ان تتكلم عليها انها ضعيفه لا يعني سوهاج في الانتخابات الرئاسيه السابقه 912 الف اجمالي المصوتين في الانتخابات الحاليه صحيح ما يعني الفرق بسيط الفرق راحت فين سوهاج حوالي 30 الف الفرق مش شديد حوالي 30 الف اقل لا عشان بس ابقى ادقق سوهاج عندي 882215 النسبه دي لو انت بصيت حضرتك عليها هتلاقيها باينه متقاعس للذهاب الى الصناديق للانتخاب احنا ما نقدرش ننكر ان هناك متقاعسين عن الذهاب للادلاء باصواتهم في صندوق الانتخاب وقاصدين يعني هناك متقاعس كسول وهناك شخصيه قاصده لم ترغب في الذهاب الى الصندوق وكانت هناك تدخلات شبه يعني غير مباشره من بعض الاحزاب الدينيه المتشدده بعدم الذهاب الى الصناديق وراينا هذه التدخلات في الاصوات الباطله يعني يجيني مثلا انا 37 الف صوت باطل في سوهاج انا ما افتكرش انه ده كان موجود قبل كده طيب خلينا ادخل فيه اتفضل في برضو عيوب تانية برضو في سوهاج القائمين على الحملة في سوهاج افتكر انهم كانوا برضو من اغلبتهم من سادة رموز الحزب الوطني ولم يكن هناك حتى يعني انا من ضمن الشخصيات اللي بتدعم عبد الفتاح السيسي ولم احصل على توكيل صح كده واخد بالك وقد قيد اسمي في اخذ رقم القومي ورقم البطاقه وقيد اسمي ولم ياتي لي توكيل قاصدين كان عباره توكيلات عن توزيع يعني نوع من المميزات في سوهاج حاولوا جيبوا الاستاذه نجوى كده يا جماعه لانها قالت لي تفسير انه العكس قالت لي انه اعضاء الحزب الوطني تامروا على المشير لا 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 لانه عدد كبير منهم قالوا انه لن يكون هناك مجال للفساد في عهده وانه يتنصل منهم وقال انا ما عنديش حمله ولن يستطيع احد ان ياخذ هم تقاعسوا الحمله شخصيات مكروهه ما هو التقاعس ده يبقى متعمد يعني طيب محمد هنا خلينا عشان وانا بناقش النقطه الثانيه بس هاخد دكتور غازي الدكوري من طلحه دكتور غازي اهلا بيك دكتور غازي اهلا بيك يا زواج سامعني ايوه سمعت يا زواج اتفضل عندك تعليق اتفضل ايوه باشا اتفضل بالنسبه للسيد من الساده من الضيوف اللي مع سيادتك الاستاذ رئيس او شريك في الحزب السلفي او التيار السلفي لا وطي التلفزيون اسمعني من 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 عندك من التليفون ماشي اتفضل بالنسبه لمشاركه الحزب السلفي حزب النور حزب النور في الانتخابات بس بالنسبه للدعايه بتاعتهم كانت دعايه كثيفه دعايه ايه كثيفه دعايتهم كانت دعايه كثيفه مفيش مشكله دعايه كتير يعني بس هم كانوا مقاطعين الانتخابات ايه اللي قال لك يعني هم بيعملوا دعايه وبيقطعوا نبش في النوايا انا بس يعني عايز دائما نشتغل بمنطق
الوثائق او الحقائق تحتاج لوثائق، يعني عايز ادله ملموسه كده. ادله ملموسه ده مفيش مشاركه للسلفيين عن دير الصلخه نهائيا. عايزين نشطوكم. طيب ده دي ده 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 تعليق. طيب عشان ما بقاش حاصر المساله بس في السلفيين، هو انت عندك في طلخه مضطر اقول بقى. انا اتمنى حد يتواصل الان بحد من حمله بتاعتنا في في في, في لو احنا بقى هنبقى انا عايزين ندي المعلومه صح في طلخه، يحد يتصل بالحمله بتاعتنا في 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 المنصوره يدينا تقرير مصغر بس سريع جدا عن اللي حصل في الانتخابات. لكن انا عندي عموما المنصوره اكبر قوه تصويتيه هي والغربيه، يعني الدقهلية 2,144,407 أكبر مسيرة على مستوى محافظات وجه بحري اتعملت في المنصورة يوم الخميس اللي هو قبل يوم الجمعة بتاع صمت الانتخابي. أنا حاسس من كلام حضرتك يا دكتور محمد إن أنتوا كنتوا مرشحين الشيخ ياسر البرهامي، وأنا شايف بصراحة إن أنتوا زودتوها زيادة عن اللزوم. لا معلش أنا بقول لك أهو، اسأل أنا بقول لك معلومة. خليني من دمياط ما بقولش حاجة من الدريب، بقول حاجة كانت في الشارع والناس كلها شايفين. كله خلينا أصل الطريقة كده في التشويه. أنا ممكن أقاطع حضرتك والله، أنا بقى ومعلومتي هوصلها. طب خليني أكمل كلمتي لله، أنا ما بشوش، ما ينفعش، أنا مش عايز أشوش. طب خليني أكمل، أنا مش عايز أشوش. لكن بقول لك اسأل على مسيرة المنصورة، حد عمل مسيره يعني ممكن تقول عملت فعاليه تانية اكبر منها بس طريقه تانية. بس خليني بقى في السؤال الثاني محمد هنا. فكره شماعه الحزب اللي خلصت هنا من شماعه حزب النور، وعلى المشاهد بقى نشوف يعني هل هي صحيحه ام لا، هل باع حزب النور المشير السيسي ام لا، هل كان خطابه المعلن يختلف عن منهجه الخفي والسري ولا لا، هنسيب ده للمشاهد وفقا للمناقشه اللي احنا عملناها. نيجي للجزء الثاني من الاسئله الثانيه. طيب الحزب الوطني هنا في بعض الناس بيقولوا لا، الحزب وجود بعض الرموز من الحزب الوطني ربما دفع البعض الى حاله من الاحباط. انا شايف نفس الوجوه، وانا ما بقولش ان في عزوء، انما يمكن ان يكون انه كان يمكن ان نصل الى 29 مليون، 30 مليون، ما كنا نطمح اليه. وان كان يعني التحليلات الانتخابيه بتقول انه ده صعب في ظل الظروف اللي بنعيشها وفي ظل الجو يعني، لكن كمان لازم ادي الاسباب السياسيه حقها. هل كان وجود بعض رموز الحزب الوطني الذين يتصدرون المشهد طواعيه بحثا عن غنائم ربما يحصلون عليها، مع انه يعني قبل ما هسالك هاخد المشير السيسي قال ايه عن هذا التعليق، ولا العكس هو اللي حصل انه رموز الحزب الوطني ربما لم يكن بالنسبة اليهم وصول المشير السيسي باغلبية كبيرة تحوله الى بطل هو املهم او هو ما سعوا اليه. تعالوا نشوف اولا المشير السيسي ماذا قال حينما سألته في الحوار التلفزيوني السابق عن وجود رموز للحزب الوطني في حملته. اظهار المشير السيسي وكأنه ضد 25 يناير وانه اتهامات توجه انك تعيد فلول النظام القديم من جديد وهم اعضاء في حملتك الانتخابيه، والخصم يستخدم تعبير انا مرشح ثورتين، وهنا محاوله هذا التناقض الهدف منه هو افقادك اصوات. بماذا تعلق عليه؟ ليه في حد بيدخل بغض النظر عن نواياه بين الثوره ال 25 وثوره ال 30؟ ليه؟ ولازم نتوقف مين اللي عمل الحاله ديت؟ احنا ليه بنختلف؟ ليه مش مصدقين ان احنا عملنا حاجه حلوه في المرتين؟ هي لازم الحاجه الحلوه تبقى مره واحده؟ لا، احنا عملنا حاجه حلوه في المرتين، مين اللي عايز يخرجها من مضمونها ده؟ بيعمل صدام بينهم. ليه النسيج بتاعك ما يبقاش مستقر ليه؟ انا يا استاذ وائل ما عنديش حمله، لان انا استدعيت لمهمه، مش داخل ترشيح بكل ما تعنيه الكلمه من ان انا يبقى عندي دي. انا استدعيت لمهمه، النقطه دي لازم تبقى واضحه عند حضراتكم وارجو عند الساده المشاهدين. بعض الذين يتحدثون باسمك وانهم اعضاء في حملتك، يعني طبعا مش كلهم، يعني ليسوا مكلفين منك بالحديث بهذا الشكل. الناس حبا في الغالب، عشان بس ما نسيش لحد، بتتحرك التحرك ده. لكن انا ما فيش حمله بالمحافظات
فلان وفلان وفلان هنا، فلان وفلان وفلان هنا. انا قلت الكلام، قلت انها حمله غير تقليديه. يعني ما فيش فاسد هيغسل سمعته على اعتابك؟ انا يعني ما فيش حد هياخد مني حاجه. لك هترشح على حس البلد عند المشير؟ ما حدش هياخد. اللي هيجي هيدفع. طيب محمد، في وجهتين نظر. في ناس بيقولوا لا، رموز الحزب الوطني يخشون انه المشير السيسي لن يسمح بالفساد، لن يسمح بعودتهم، واعطوا نصائح لعائلتهم بالفعل، ما تتحمسوش ما تصوتوش. وكان في بعض الناس قالوا لي في مظاهر في سوهاج تتعلق بذلك. وفي ناس ثانيه بتقول لا، وجودهم على الساحه خلى بعض الشباب لما شاف هذه الوجوه قال لك ايه يعني، ده نفس الوجوه راجعه تاني، انا مش رايح انتخابات. طيب الامر واضح، خليني بس افصل ما بين نقطتين، نقطه وظهور الحزب الوطني ونقطة العزوف. تمام، خليني ابتدي بنقطة العزوف في جملتين بس كده سريعا. الاتهامات تجاه الشعب المصري بانه عزف عن المشاركة في الانتخابات عار تماما من الصحة والحقيقة. لا احنا عشان كده بقول لك لا نتحدث عن العزوف، نتحدث عن انه يعني في كتلة كان يمكن انها تذهب للتصويت ولم تذهب. طب معلش، زي ما كنا في اليوم الثاني قاعدين نقول يا جماعة اسمحوا للوافدين، فالبعض خدع على انه وكاننا بنبحث عن اصوات. نعم انا عايز اذكر حضرتك بالامر ده يا استاذ وائل، وعشان ادي كل واحد حقه بجد في الموضوع ده. انا فاكر اول يوم في الانتخابات كنا هنا عند حضرتك، وكان محمود مع حضرتك على الهوا، وكنتوا حضراتكم بتناشدوا اللجنه العليا للانتخابات ان هم يسمحوا للوافدين بالتصويت، وكانت الناس حتى المداخلات، لان عيب قوي ان يسجل 76,000. ده كلام منطقي، انا بضيع ملايين. ودخل المستشار احمد الزين ده حط مقترح، وقلنا يجوز ان يقبل به ان هم يسيبوا البطاقه وغيره وغيره. الحاله اللي اصابت الشارع المصري بان مفيش مشاركه، ناس شافت ملايين في الشارع في ميدان واحد في وقت 30 يونيو و3 يوليو 26 يوليو، كانت متخيله ان اللجان دي هيبقى فيها مليونيه، بصوا مره واحده لقوا اللجان الناس بتتوافد بالراحه، مش شايفين ضغط، فابتدى في هاجس ان مفيش مشاركه، فابتدى يعلى التون من الاعلام ومن الشارع، لازم الناس تنزل تشارك، لازم نمد التصويت. لما اتخذت اللجنه العليا للانتخابات قرارها بمد اليوم الثالث عشان الشارع كله كان ضاغط على النقطه دي، الحملتين اتقدموا باعتراض. وانا هنا بقى هحيي اللجنه العليا للانتخابات لانها ما التفتتش للمرشحين والتفتت للناخب حتى بمزايدات عليها، وتقال عليهم دول اخوان دول عايزين يبوظوا الانتخابات وغيره وغيره. الناس بصت للناخب وده كان الحقيقي، واعتقد والحقيقه ده مكن بعض الوافدين من الذهاب لمحافظاتهم. وده مظبوط يا استاذ وائل، وانا اعتقد ان اللجنه العليا للانتخابات لو كانت لغت اليوم الثالث بعد اصدار القرار كانت هتسقط في نظر كل الشارع المصري، لان هو اللي طلب الكلام ده، ولا اعتبار للنظر لاثنين مرشحين اللي بياخدوا العمليه الانتخابيه، واترك المواطن له حق ادلاء صوته. النقطة الثانية هي فكرة تواجد الحزب الوطني أو ظهوره في حملة المشير عبد الفتاح السيسي. أعتقد أن الفيديو اللي تم عرضه من الحوار حضرتك أجريته مع المشير السيسي ده أكبر رد، بس خليني أكد لحضرتك على نقطة ثانية. الشيء الوحيد المعترف به رسميا في محافظات مصر بأكملها هو خطاب الإسناد من لجنة الشباب اللي كان بيرقصها دكتور حازم عبد العظيم لمجموعة الشباب الخمس شباب في كل محافظة، وده كان من خلال خطاب إسناد أسمائهم كان معلن رسميا، ولا وجود لأي شخص منهم كان عضوا بالحزب الوطني. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلينا نكون منطقيين، ما في كتير قوي اللي هم بيبقوا المخلصطيه اللي في الشارع اللي دايما يقعد معاك على القهوه ويقول لك انا اعرف فلان وعلان، انا ممكن اكلم فلان في التليفون، وكلنا عارفين الناس المتملقين دول. الناس دي لما جت تلصق نفسها بالمشير عبد الفتاح السيسي، اعتقد عايزين نرجع للتاريخ ورا شويه، في كتير من الاحاديث دار حول بعض الشخصيات أن هذه الشخصيات لا تعبر عن الحملة الرسمية، هذه الشخصيات لا علاقة لها بالحملة الرسمية. الناس اللي كانت شغالة باحترام على راسنا من فوق، الناس اللي جت تلصق نفسها، مش هنمشي نضرب الناس على ايديهم ونقول له النبي تعالى انت اتكلمت ولا ما اتكلمتش. لا يا راجل، ده انتوا حاسبتوا حمدين صباحي على نوايا. ايه نوايا؟ على كلام تحت الترابيزة اللي هو ايه؟ اللي قاله الاستاذ احمد موسى في الاعلام يوم اول يوم انتخابات. خلينا ما نتبعش كلام زملاء بقى. ماشي من زملاء يا فندم. قالوا نصا ان هناك صفقة بين حمدين صباحي والاخوان المسلمين، الاخوان هينزلوا بكرة يدوا حمدين اصواتهم. يا باشا ده رأيه وحضرتك. يا فندم مش قضية، بس انا عايز اوصل لك. انت بتقول لي انا ما اقدرش اضرب واحد على ايدي. معلش ما بالك بمن يتحدث عن تحت الطاولة. ينفع اوضح يا استاذ نبوي؟ بعد اذنك. يا استاذ محمد. بص بعد اذن حضرتك. الكلام بس. هل اكتشفت اللجنة العليا للانتخابات؟ ودي مشكلة مصر يا زوائل بعد اذن حضرتك. احنا داخلين على انتخابات برلمانية ثم انتخابات محليات. مشكلة مصر في هم. وسؤال دايما واحد صديق ليا يساله يقول لك هم يستفتوك على 9 وينزلوا 51، هم الاول انتخابات رئاسيه وبعدين دستور، هم عمر سليمان ما كملش توكيلاته، هم هنعمل. يا جماعه هم ما اكتشفوش ان في وافدين غير تاني يوم، هم ما اكتشفوش ان الدنيا حر غير تاني يوم، ليه بنشوه
المظهر المحترم. مين قال وتقول لي ان اللجنه العليا للانتخابات اللي خلفت الماده 22 في قرار رئيس الجمهوريه يا استاذ محمد اتفضل لنا واللي علينا اللي هي ان لازم ينشر في الجريده الرسميه في الطعن اللي احنا قدمناه الماده اللي بتقول ان يجرى الاقتراع في يومين 26 و27 اعتبرها من كذا لكذا ماده 22 قرار رقم 22 سنه 2014 قرار رئيس الجمهوريه عدلي منصور واللي خلفت فيها كمان لا القانون بيقول تجرى الانتخابات على يوم او اكثر يومين لا يا فندم طيب على يومين ومن حق اللجنه العليا للانتخابات مد فتره التصويت طبقا للقانون يا فندم وتكليف قرار اللجنه العليا بمد اليوم الثالث لعدم صدوره كتابيا ونشره في الجريده الرسميه وده نص القانون اطعن في ده ما تطعن يا فندم ما اقصدش يعني هي اللجنه العليا هتقع في خطأ اطعن أنا خلينا نتكلم انا عندي تعليق صغير يا استاذ محمد ليه احنا بنسيء للمشهد المحترم ليه دايما بنفسد عرس ديمقراطي زي ما انت بلاش موضوع العرس الديمقراطي ده شوكه مفيش انتخابات بلا طعون حتى في الولايات المتحده الامريكيه حتى في اوروبا مفيش انتخابات بلا طعون يقدمها الجميع مفيش انتخابات بلا اجراءات انا عندي تعليق صغير واضح انا من وجهه نظر الشخصيه يعني مع احترامي لحضرتك الانتخابات تم اجراءها وفي ملايين صوتوا للمشير عبد الفتاح السيسي وفي مئات الالاف صوتوا للسيد حمدان صباحي ده وجهه نظرك الارقام بتقول لحد دلوقتي 754000 بغض النظر الناس اللي صوتت خلي بالك في سؤال انا هساله لك في ده خليك لي خليني اكمل استاذ بقى بعدك الحته دي ان هذه الملايين لم تعترض على ما اسميته ان هي تم تشويه الصوره وغيره وغيره والناس كانت شايفه ان ده حقها واللجنه العليا بتمد لها الوقت وانا من وجهه نظري انا كنت ممكن اتناقش في هذه النقطه واتقبل اعتراض حضرتك لو كان هناك تقارب في الاصوات فهناك فاصل بسيط ما بين السيد حمدان صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي فبالتالي اليوم الثالث ده كان هياثر على حضرتك شتان الفرق في صاروخ طالع بيقول ملايين الاصوات وفي علامة صغيرة كده بتقول 754000 صوت طبقا للفرز اللي موجود فبالتالي اي انتقادات هتوجه من حمد حمدين صباحي الشارع نفسه هيبقى فيه فجوة تانية ما بينكم وما بينهم انا عايز اتجاوز الانتخابات بصراحة والله واكون صادق من جوايا انا نفسي اتجاوز المرحلة الانتخابية ويلا كلنا بقى نبني البلد انا وحضرتك كنت متفق مع حمدين كنت انا متفق مع المشير السيسي حضرتك ابطلت صوتك حتى يلا نبني البلد ونسيبنا بالكلام ده بس لو هنرجع ننظر هتلاقي الشارع بيقول لك كلمه واحده لم يعني. تحصلوا على اصوات لكي تتهموا في اليوم الثاني مش هننظر بس هم بنفس الاسلوب هم المجهولين دول اللي اصدروا قانون الانتخابات البرلمانيه قبل الانتخابات بيومين واحنا داخلين على استحقاقات ما احناش عارفين طيب. فين علاقته لا علاقته ايه يا حبيبي انت بتتكلم على مستقبل انا كده ببعد عن الموضوع يا دكتور شوكه بيقول لي انسى الماضي نبني الدوله استاذ عبد الشكور هنا قول لي نبنيها بقى موضوع الحزب الوطني يذهب في اي اتجاه هل ممكن يكون بعض اعضاء الوطني بالفعل يعلمون جيدا انه المشير السيسي سيكون حاسما مع الفساد ولن يسمح بعودتهم وبالتالي هنا بعضهم سمعنا ذلك انه لا يريد حتى ان ينجح السيسي كبطل ينجح ولكن ليس كبطل واعطوا تعليمات لعائلتهم بعدم التصويت وفي وجهة نظر تانية بتقول انه وجودهم احبط شبابا لم يصوت بص حضرتك احنا عايشنا الانتخابات البرلمانية في خلال سيطرة الحزب الوطني على الشارع المصري معظم قيادات الحزب الوطني لم يأتوا ولم يكون قياديا ولا يكون برلمانيا إلا بالتسويق صح لم يسعى لم يحصل على الكرسي البرلماني إلا وكان يسود ولا يصوت وقبل حضرتك هو عنده رغبة هذا الشخص عنده رغبة في استرجاع هذا الزمن مرة أخرى لأنه يعرف أن الشارع لا يرغب في تواجده مرة أخرى البرلماني الذي يجلس على الكرسي 25 عاما في قرية وفي دائرة صغيرة ولم إيه يقوم الاتهام الموجه للمشير السيسي ولم يقوم بأي ولم يقوم الراجل عنده طموح لا يوجد هو يسأل المشير السيسي على إيه ونراه يسأل على إيه المشير السيسي ونراه على قائمة القائمين على الحملة ونراه هو الذي يوزع التوكيلات ولا هو عايز اقول لك حمله المشير السيسي في المحافظات اخذت منه ولم تضف اليه يعني هنا بالتالي انه بالظبط يعني خلينا نعترف بذلك سوء اداره لا توجد غرفه عمليات حقيقيه لكيفيه جلب الشباب المصري للخروج للتصويت لصندوق الاقتراع لم توجد هناك طيب هاتوا لنا تليفون دمياط قبل ما نقفل يا جماعه تعليق على ده فين الاستاذ طب يلا بسرعه انا عايز بس عشان احسب النقطه دي قبل ما اطلع يعني انا شايف انه الشباب المصري لم
يستغل فكريا بشكل جيد في عملية الذهاب إلى صندوق الانتخاب. أنا من خلال سوء من خلال سوء إدارة الحملة. وخلونا نضع التليفون على الشاشة كمان حتى نستقبل تليفونات. وإن كان الشباب لا يريد العزوف ولكن لا يستغل. أعطي كل شخص حقه. أعتقد أن لجنة الشباب في الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي كانت بتشتغل على قدم وساق، وإن الخطابات الإسناد اللي أسندت لمجموعة الشباب في المحافظات اشتغلت بأقصى ما يمكن بطاقتها. الشباب دي كانتش بتاخد اي دعم، الشباب دي ما كانتش بتاخد فلوس، الشباب دي كانت بتشتغل على فكره كانت مؤمنه بيها. وانا بقول لحضرتك احنا عندنا شبابنا في السويس بما ان تمرد كانت جزء من لجنه الشباب. انا اقول لحضرتك شبابنا في محافظه السويس اخذوا شكر واضح. احنا لا نقارن بين الدعم المادي في ايام مرسي والدعم المادي في الانتخابات الرئاسيه الحاليه. الشعب المصري خرج دون ان ياخذ كرتون زيت ولا سكر، خرج احنا كلنا متفقين عليه. طيب خرجوا ان ذهب إليه الميكروباص إلى عقل داره ويخرج العملية الانتخابية. مختلفين في إيه دلوقتي؟ أيوة إحنا ما نقول لا، ولكن هناك تقاعس واضح أو عدم ال 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 طيب. خلينا ناخد ذهاب خلينا ناخد أستاذ طارق عيسى من دمياط. أستاذ طارق أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل، أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ طارق. أنا بعض الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، تحدثنا عن حزب النور لكن الآن نتحدث عن الحزب الوطني. الحزب الوطني في دمياط في وجهتان للنظر، في وجهة نظر بتقول انه بعضهم تعمد الا يعطي للمشير السيسي، والبعض الاخر بيقول ان بعضهم ظهوره على المشهد او على الساحة اعطى اتجاها سلبيا لبعض الشباب انه الوجوه لا تتغير، طيب مش هصوت يعني. ده مع الاعتراف بانه انا اتحدث عن شريحة كان يمكن ان تصوت ولا اتحدث عن عزوف يعني. ايه الموقف في دمياط؟ الموقف في دمياط والله حضرتك استاذ وائل ان المواطنين نفسهم رفضوا ان المستفيدين من الحزب الوطني السابق يتصدروا المشهد. وبالتالي المواطنين نفسهم هم اللي استبعدوا الناس دي. كل من استفاد من الحزب الوطني السابق المواطنين نفسهم نفروا له واستبعدوا تماما من حملة المشير ومن انهم يتولوا اموره. كانت ناس عادية جدا بالنسبة على الاقل لمدينة الزرقاء، ان اللي ماسكها ناس عادية جدا، ناس لم تستفيد من الحزب الوطني، وكانت نسبة التصويت فيها 59.7% 59.7% في مدينة الزرقاء. نسبة كبيرة طبعا. يعني انت بتقول كلما اختفى رمز الحزب الوطني من المشهد كلما زاد تزداد نسبة التصويت. ازدادت فعلا نسبة التصويت في الزرقاء، وكانت من اعلى نسب التصويت على مستوى الجمهورية. طيب بتوجه يعني طيب عندك ملاحظات تانية؟ حزب النور عندك ملاحظة؟ ملاحظات حزب النور طبعا، هو سؤال اللي انا بسأله لهم بس، هل كانت الحشود اللي هم قاموا بحشدها لما كان لهم مرشحين في انتخابات 2012 هي نفس الحشود اللي حشدوها واللي حشدوها لمحمد مرسي؟ هل هي الحشود اللي حشدوها للمشير السيسي او لحمدين صباحي؟ اللي حشدوها في رغم دعمهم لحمدين صباحي يعني. حزب النور لم يحشد لحمدين صباحي يا فندم. حزب النور محدد موقفه، هو يؤيد المشير السيسي. حزب النور لم يحشد لحمدين صباحي. لا بيتكلم عن الانتخابات اللي فاتت ولا اللي فاتت. لا استاذ وائل بيقول ان هو بيدعم. لا يعني الاستاذ حمدين هياخد هذه الكتله التصويتيه في اسكندريه في انتخابات 2012 بدون ما يكون في دعم من السلفيين. أيوة السلفيين اعطوا لمصر لمصر القويه يعني 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 حزب النور لا. بالعقل حزب النور ترك محمد مرسي وترك ابو الفتوح واعطى لحمدين صباحي. السؤال ده حمدين صباحي فرق معاه من حوالي بعد اذنك السؤال بعد اذنك استاذ وائل، ان لم يكن حمدين صباحي حصد اصوات من السلفيين في اسكندريه زي ما حضرتك بتقول انه اخذ اصوات ثانيه، وانا بسال سؤال منطقي فعلا عايز عليه اجابه، لماذا لم يحصد نفس الاصوات من محافظه الاسكندريه ما دام يعتمد على كتل تصويتيه للشباب واصحاب ده هساله بقى بعد الفاصل. دكتور شوكت استاذ طارق بتوجه ليك بالشكر. السؤال الثالث هنا هيبقى التفكير انه لماذا في حاجه تعلق بحزب النور. جواب على سؤال اخينا الكريم الفاضل استاذ طارق. بالنسبه لي حزب النور ككل القوى السياسيه تاثر مع الوقت بلا شك، كله تاثر كقواعد ولا كقيادات كقوة حاشدة
دلوقتي انا في اول انتخابات بلا شك اي قوه. الدليل على كده ان انت شوف التحرك من كل قوه، العمل من كل قوه، هتلاقي نفسك التاثر. قصدي حضرتك لما فشلت في دعم ابو الفسوح مثلا، فدلوقتي فشلت اكتر في دعم مشير السيسي، فالدنيا الكيرف بينزل كل مره. لا 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 لا، يبقى انت بتلقط بقى حاجه لصالحك. بيلقط اللي هو عايزه على طريقتك اللي انت عايزها. طيب انا عندي ما من قوه سياسيه الا لو تاثرت. حزب الوفد تاثر وما تاثرش؟ تاثر. هذا التاثر هل منع ان انا اشتغل؟ انا اشتغلت بكل قوه واديت بالمقارنة بغيري موجود وبأدي جيدا بالمقارنة بغيري، يبقى قارني بالواقع بالوضع اللي انا فيه. اصل حكاية حزب النور خان المشير السيسي، الحقه عنده حاول. حزب النور عنده حاول بيقول هدعم فلان وهدعم صباح. حزب النور خرج يزايد على مصر كلها فاتفتح عليه الهويس ما عرفش يرد. طيب يعني هي دي المشكلة. لا لا، اتفتح عليه المزايدة اللي من غير حقائق. فين ده اللي من غير حقائق؟ اللي مش واقعي. يعني حضراتكم كان عندكم حقائق لما خرج دكتور يونس مخلون قال ان تمرد مش موجوده في الشارع؟ حضراتكم كان عندكم حقائق لما ما تردش الاتهام يا محمد، ما تصقرش يعني، ما تبقاش القضيه. انا برد على اللي هو بيقوله انه بيستند لحقائق. هل حزب النور لديه حقيقه واحده ان تمرد اللي كانت جزء اساسي من الحمله الرسميه تمام؟ بما ان حضرتك كنت بتاع التعامل شعبيا، بعد اذن حضرتك مش كلها، بعد اذن حضرتك انا متحدث باسم الحركه وانا اللي اقول. مش تمرد كلها برضه، في جزء معانا حسن معانا يا فندم. مع حضرتك ثلاث اربع افراد لا يعبروا غير عن اشخاصهم، ده موضوع ثاني. بعد اذن حضرتك. لا 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 لا، بس معلش، هم فردين عندك برضه. ماشي ماشي، محمود بدر وحضرتك هم ايه دول اللي فردين؟ انا عندي الخمسه المؤسسين، محمود شاهين، انا مش مستني شاهين وعزيز ووليد المصري. استهدى بالله، استهدى بالله، بس استهدى بالله، معلش انا متحدث في الحركه، وخليني اوضح لحضرتك صوره مهمه. معلش انا اسف، ما هو انت دخلت الحركه متاخر. ما هي حركه الحركه ثانيه برضو، نمره ثانيه برضو انتوا تعملوها مش معانا. بص بعد اذنك بس بالراحه، قولا فصل، قولا فصل، بعد اذنك بس قولا فصل. انا مش هخش في الحدفه اللي انت عايز تحدثني فيها دي. عندنا جمعيه عموميه معلنه امام العالم كله في مركز شباب الجزيره، واعلن دعمها المشير عبد الفتاح السيسي، والافراد اللي عبروا عن نفسهم ده لا يمثلوا الا نفسهم، والحركه كامله تدعم. وده حقهم، وده حقنا، والموضوع ده انتهى، مش حد يتكلم في ان ياخذوا هذا. النقطه الثانيه الاهم اللي انا بقول لحضرتك عليها، هرد يعني ولا خرج ولا هو مش هترد بقى على حاجه تخص التمرد ده؟ انت مش هتقدر تلقي اتهامات و طب يعني انا بس عندي اثنين من المؤسسين في الترشيح. يا فندم مبروك عليك شخصين يدعموا المرشح بتاعك، ده رايك. شخصين من الخمسه المؤسسين وانت لسه فاضل لا يعبروا غير على اشخاصهم. لا يا فندم، فين التنظيم؟ شخصين من المؤسسين، من الخمسه المؤسسين. حضرتك قول، حضرتك قول اللي انت عايزه، واذكر الاسماء اللي انت عايزها. ولا عندي محمد ابو شوقي المنوفيه، حضرتك قول اللي انت عايزه، وانا بقول لحضرتك. هطلع فاصل وهسالك دكتور وكانت بعد الفاصل، لماذا بدلا من ان تفكر حمله الاستاذ حمدين صباح؟ ما تيجوا يا جماعه نقعد ونشوف لماذا حصلنا على هذه الاعداد القليله من الاصوات. لماذا بدلا من ان تلجا الى تحليل ما حدث وتحاول ان تراجع نفسها وتبحث عن اخطائها حتى تتطلع الى المستقبل، لماذا تعلقون الفشل على شماعات مختلفه؟ هسالك ده بعد الفاصل.